طيب دلوقتي محتاجين بقى حد يمسك الحديدة اي كي اي المايك ويقول نظرته عن الفايل اللي هو عمله. اللينك بتاعه في ال هو بيشرح المايك، حط اللينك بتاعه في الميتنج هنا عشان الشباب تشوفه. انا خالد جه دخل والماوس وقف. اتفضل يا باشمهندس علي. طيب سامعني كده؟ طب انا بس صوت المروحه يعني ما يضايقنيش. حاول تقعد من غير مروحه، ما عنديش مشكله. طب ماشي حاضر. لازم عشان اخواتك. حاضر. ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس خالد؟ ماشي يا هندسة، 10 زيادة. خدت 10 حسنات زيادة. هسيبها كده افوت. لازم جاي جاي. عامل ايه يا هندسة؟ خير الحمد لله. الحمد لله. ايه يا باشمهندس علي، انت فاصل المروحة ونمت ده ولا ايه؟ يلا. انا اهو موجود معاكم سامعني. ابعت بس اللي انت بعت اللينك. بعت اللينك على السيد بتاعتك. ممكن تعمل شير كده وتشرح لنا من الفايل؟ اعمل شير. اوكي طب سامعني. كل الشباب جاهز ال requirement document معاه وهو جاي، يعني كل واحد هيعمل شير ونتفرج بقى على المواهب. اتفضل يا باشمهندس. تمام كل حاجة ظاهرة كده؟ الدنيا تمام كده. اتفضل. اوكي لما نيجي نتكلم عن restaurant requirements، فبالتالي احنا كفرونت اند ديفلوبرز فلازم انا هقطعك معلش بس عشان اتفضل. انت معاك بالظبط 3 دقايق تشرح فيه الفايل بتاعك، ما تنساش عن كده. 3 دقايق. ما تنساش عن كده، خلي كلامك مختصر محدد وواضح. تمام. اتفضل. عامة الويب ريكوايرمنتس لأي ويب سايت لازم يكون فيه ريكوايرمنتس عشان يتعمل. منهم الجول اند البيربس بتاعت الويب سايت نفسه، هو معمول يعني ايه الغرض منه وايه الهدف منه. فقبل ما نعمل اي حاجه لازم نتكلم مع العميل نعرف هو طالب مننا ايه. ممكن ما يكونش عايز اصلا ويب سايت، تمام؟ ده يفيدنا احنا في ايه، او احنا محتاجين نعرف او ممكن نتوقع ايه من العميل. ان هو عايز مثلا ويب سايت يكون للبيزنس بتاعه، عايز مثلا يزود الاودينس بتوعه، عايز يزود انتشار الريستورانت بتاعه، لان احنا بنتكلم هنا في ريستورانت. طيب ممكن هو يكون الريستورانت بتاعه مثلا على مثلا فاشن قديم، طري ضري مثلا، ما بيستقبلش غير الناس او ما يعرفوش غير الناس اللي هم يعني قدام شويه او كبار يعني. فهنا هو مثلا عايز تارجت اودينس جديد من الشباب، من الجيل الجديد. فهنا احنا محتاجين نعرف النقطه دي منه اللي عشان نقدر نحدد الديزاين بتاع الويب سايت وعشان نقدر نحدد الكونتنت بتاع الصفحه. اسرع باشمهندس، اسرع باشمهندس، انت اوريدي قطعت دقيقه. ف انا احنا لسه البهريز عندنا نفسها ما دخلناش عليها. احنا عموما يعني ملخص فكرتك، انت بتحاول تجذر الانفورميشن، مين الاودينس بتاعنا، الهدف من الويب سايت ده، او احنا بنتارجت ايه بيه، صح كده؟ بالظبط. تمام مظبوط. يلا اللي بعده. عندنا بقى الفانكشناليتي بتاعت الويب سايت نفسه اللي ممكن نقدر نحطها في ويب سايت من النوع ده. ثانية واحدة معلش. اوكي عندنا مثلا كمثال فولي كاستمايزد جالري، بحيث ان الادمن نفسه يقدر يعدل الجالري اللي هي فيها الصور بتاعت الويب سايت نفسه زي ما هو عايز، على حسب احنا نقسمها مثلا للمكان نفسه، المعرض الصور. معرض ايه؟ انا مطعم. اي معرض الصور عندي هيكون في المطعم. ممكن احتاج في الويب سايت بتاعي ان انا هعرض مثلا صور للمكان بتاعي، للشيفس بتوعي اللي عندي في المطعم، حاجات من النوع ده يعني. ماشي. ميك يور ديش دي فيتشر ممكن نضيفها في موقع، ان الواحد يختار الجريدينتس بتاعت الاكل بتاعه، الاكل اللي هو عايزه بالظبط. دي فيتشر بس هتبقى يعني على حسب بالظبط الاوردر بتاعه. بالظبط. في فيتشر اسمها ام هانجري، انا جعان عايز اعرف الاكل بتاعي فين وهيجي امتى، قدامه قد ايه، بدا اصلا يتعمل ولا لا. دي فيتشر ممكن تتضاف بعيدا عن او الستاندرد اكسبريشن بتاعي. حد يعرف بالنسبه للشرح اللي باشمهندس علي قاله ده اللي هو تراك يور اوردر او تراك ماي اوردر، ده الستاندرد بالظبط. ماشي كمل. عندنا برضو Where is my custom table feature؟
لو انا مثلا عايز احجز ترابيزه دي ممكن تكون فيتشر موجوده في كذا ويب سايت، بس انا عايز احجز مثلا المطعم نفسه او ترابيزه معينه للايفنت معين عندي كمثلا عيد ميلاد او اي حاجه ثانيه. Where can I find you؟ طبعا هنحتاج ان احنا نعرض الروت بتاعت او اللينك بتاع جوجل مابس للموقع بالظبط. My English is bad دي فيتشر ممكن نضيفها لو في يعني الموقع مشهور بيجيله زباين من جنسيات مختلفه ممكن ما يكونش بيفهموا انجليزي مثلا فنحتاج نضيف لغه. How do I want it؟ يعني انا عايز الطلب بتاعي ازاي؟ هل انا عايزه يجي الدليفري ولا انا عايز احجزه وهاجي اخده في ميعاد معين؟ Who's your loyal customer؟ يعني مين الكاستمر اللي الموجود عندي؟ وده هيبقى زي رانك سيستم في الويب سايت بحيث نعرف مين اللي بيجي لي دايما ومين اللي بيشتري، وهيكون في رانك للعملاء عشان مثلا نزود الكاستمرز بتوعنا او نشجعهم ان هم يشتروا من عندنا. I'm the boss here. دي طبعا الادمن داشبورد اللي هتكون مخصصه للادمن او صاحب يعني الويب سايت، بحيث ان هو يكون عنده فوق يعني يكون عنده كنترول اوفر ميني ثينجز بالظبط. ام ذا كيتشن هير دي هتبقى صفحه مخصصه مثلا الشيفات اللي في المطبخ، بحيث ان هم يحددوا امتى وما بداوا الاوردر ويظهر عندهم كل الاوردرز جت امتى واني باني ترتيب تمام. ودي طبعا هيحتاجها في الفيتشر بتاعت ام هانجري عشان يقدر العميل يعرف امتى بالظبط الاكل بتاعه بدا يتعمل. ام ذا دليفري هير وكذلك هنحتاج للدليفري عشان يقدر يحدد برده هو بدا يوصل امتى، وعشان نوصل له برده الانفورميشن بتاعت مكان العميل واسمه او رقم تليفونه. البيجز دي الصفحات اللي ممكن نحتاجها في الويب سايت، الهوم بيج اللي هيكون فيها حاجات كتير يعني على حسب طبعا العميل عايز ايه، ممكن يكون يعني دي هنحددها واحنا بنعمل نافيجيشن بتاعت الويب سايت. هو عايز ايه تاني؟ ايه هنحددها هو عايز النافيجيشن بتاع الويب سايت يكون شكله ازاي؟ عايز مثلا الصفحه بتاعت الهوم بيج يكون فيها كل حاجه ولا عايز يخليها بشكل معين؟ مثلا عندنا الاباوت اس اللي هيتكلم فيها مثلا عن تاريخ المطعم بتاعه او صور او هكذا عن المطعم. المنيو اللي هيكون فيه المنيو بتاع المطعم بس اوكي. الكارت اللي هيكون فيها طبعا الاكل بتاع العميل، وهيكون فيها طبعا كاستمايزيشن كتير حرف الاتش دي انا بعدلها. اوكي ماشي. عندنا بوك ماي تيبل دي صفحه هنحتاجها عشان اللي يحجز ترابيزته بطريقه كاستمايز اكتر، ممكن يكون موجوده في الهوم بيج بس الطريقه سيمبل اكتر بحيث ان لو في مكالمه تليفونيه او ايميل ممكن يتبعت. كونتاكت اس لو عايز يبعت رساله مثلا، عايز يشتكي من حاجه كده. السبورت يعني دي القسم الصفحه بتاعت الجاليري هيكون فيها مثلا المطعم صور المطعم او صور الشيفز في المطعم، لوج ان ولوج اوت واور تيم بس. ودي الديزاينات اللي انا اقترحتها يعني. حلو جدا، الله ينور عليك. الديزاينز دي هنبص عليها بعدين. مين مين يدخل مكان باشمهندس علي؟ فليتفضل برفع يديه. اللي جاهز ومعاه الدوكمنت بتاعه يخش ويرفع ايده. تعال نشوف باشمهندس. لا انا عايز اشوف باشمهندس امين لو موجود. انا موجود معاكم. بس انا بصراحه مش عامل كل اللي هو عامله ده، بس تمام يعني. وريني اللي انت عامله. حضرتك سامعني؟ خلاص تمام. ثانيه واحده امشي بس السكرين. في نقطة يا شباب معلش قطع تمام اشتغل. دي نقطة للكل، أي حد بيعمل أي حاجة عموما أنت you are trying to do your best. لو حسيت إن في حد مثلا من التيم عامل حاجة أحسن منك فدي مالهاش علاقة، لو أنت حاسس إن هي أحسن من اللي أنت عامله مالهاش علاقة بالبريزنت اللي أنت عامله. لأن هي مش بالضرورة إحنا مش هناخد فايل واحد ده اللي هنمشي عليه يعني، بس الفكرة كلها أنت إزاي تبيلد الفايل بتاعك، ازاي تبيلد الريكويرمنت او اي حاجه تعملها، وتشوف افكار ودماغ الناس الثانيه بتفكر ازاي في الحاجه دي. بس دي نقطه بس تعقيبا على الجزئيه اللي فاتت. اتفضل يا باشمهندس.
ثانيه واحده بس الريبوت. يعني اول حاجه فكرت فيها عدد الصفحات مثلا اللي موجوده، بس انا مش هدخل بيها عندك. اوكي طبعا احنا من الاخطاء الفادحه والتي لا تغتفر بالنسبه لي اللي هي ايه؟ حد يقدر يقول لي هي؟ لا ما كنتش مكون مجهز الحاجه وانا ب لا التصميم ما تعملش. لا هذه هتبقى بعد كده بطارت. ان الفايل انتايتلد. اوكي تمام. يس انا فاهم قصدك. دي بالمناسبه يا شباب، يعني لما تيجي تعمل تدي لحد دوكمنت ويبقى الفايل انتايتلد اوتوماتيك اللي قدامك بيستلم الفايل. انا غالبا اول حاجه انا بقراها الانتايت العنوان، انا بحس ان هو انا الاهمال حتى لو غير متعمد، اللي هو يلا انا هرمي له الفايل. فخلي بالكم من الجزئيه ديت وانتوا بتكريتوا الفايلز، دايما ابداوا من فوق. نفس القصه صفحات الويب سايت، يعني دي طبعا من الحاجات اللي اغلبكم هيقع فيها، انا عارف انا بقولها اهو والناس هتقع فيها برضه، ان بتعملوا الصفحات من غير ما تحطوا تايتل للبيج في الكود. يلا بس اتفضل. تمام. انا اول حاجه فكرت فيها مثلا عدد الصفحات اللي تبقى موجوده مثلا في الويب سايت البيج عندنا، وايه اللي هيبقى موجود مثلا في كل بيج موجوده. يعني مثلا الهوم هيبقى مثلا في مين سيكشن، المين سيكشن ده يبقى مثلا في الصوره اللي هي المين صوره مثلا من بيج او من ممكن اقول لك دلوقتي اللي هي حاجه زي كده بيشو مثلا الجمال بتاع الريستورانت ويب سايت بتاعنا. يعني محضر كذا حاجه للصوره دي بصراحه، يعني مش حاجه واحده. انت شايفها معايا؟ انا مش شايف غير تكست قدامي. هل تعالى تصور؟ اوكي ثانيه عشان انا مش شير تقريبا. تمام ثانية واحدة. كده واضحة صح؟ تمام كده. اوكي. فانا فكرت مثلا ايه الصور اللي انا المفروض ان احطها مثلا، او ايه شكل التكست او الديزاين اللي انا المفروض اعمله في الهوم بيج او مين سيكشن اللي هو الرئيسي المفروض الكلاينتس او مش بيجي يشوفوه مثلا ينبهروا مثلا بالويب سايت اللي احنا عاملينه. فانا شايف حاجات حلوه جدا انا اخترتها، عملت ريسيرش جامد قوي بصراحه في الموضوع الصور ديت. حاجات زي كده كتير، فانا بصراحه انا قلت اسيبكم انتوا تختاروا بدل ما اختار واحده حاجه واحده بس، فسيب لي ايه تجتمعوا على صورة معينة واحدة يعني مش أكتر. حلو جدا. تمام. تاني حاجة في سنة أدوبي من ساعة ما اشتروا فيلم هم عمالين يبوظوا فيه. للأسف. كله يا شباب يجهز فايلات ومايكات في نفس الوقت عشان باشمهندس امين يخلص. و اسف بجد على طيب ممكن نفصل شويه لغايه لما الجهاز يقوم بالسلامه، نشوف حد. تمام ماشي لما يخلص الدنيا. ماشي اتفضل يا باشمهندس. اسف لك حد راح يجي وقتها هيبة تخلق عليها الأول فقبلك فتخش في هيبة. السلام عليكم. سمعني؟ تفضل معاك سلام صوتي. تفضل ماشي ثانية واحدة. ماشي حد شايف الشاشة؟ السكرين باين برضو. تمام. از ريمايندر معاك 3 دقايق، خلي الشرح مختصر وسهل. تفضل. ماشي. هو الملف بيتكون من 3 حاجات. أول حاجة الكونتنت بتاع المطعم، عدد الصفحات ومحتوى كل صفحه، والريفرنس يعني بتاع المطاعم المواقع يعني، والريكويرمنت
هو بالنسبه للصفحات يعني اللي هو مقررات والمنيو والبلوج يعني كل دي صفحات تمام، والاو تي بي والكاستمر بروفايل ماسكه بقى صفحه صفحه بقول جواها يبقى ايه، يعني اللي هو فيها سلايدر والفود والاوبننج اورز والبرايس يعني اللي هم بيبقى فيها يعني الحاجات التعريفيه، وبعدين بقى تفصيله بتدخل كل صفحه بقى. الاباوت طبعا هيبقى فيها الاباوت عن الريستورانت، البلوج لو في البلوج فيه اخبار. طيب او مثلا معلش انا هقطعك بس يعني السكشن انت قلتي كان فيه سكشن ريكويرمنتس انت عاملاه مش كده؟ ادخل فيه؟ ابدأي بيه لان ده الاساس. ماشي تمام. الريكويرمنت البيمنت ميثودز لو في دفع اونلاين، في تراك اوردر لوكيشن يعني انا بطلب حاجه بشوف الاوردر بتاعي وصل لحد فين، في شات مع الشخص الدليفري وكونتاكت انفو لو هبعت له رساله او يعني رقم موبايله، في ريت لو انا هقيم الاوردر بعد ما انا يعني خدته وجربته، والكومنتس، في لوجين، في ريجستريشن، في تايم استيميت للاوردر لو هو الاوردر بدا يتحرك اعرف هو فاضل له قد ايه ويجي، لو في شكوى لو الاوردر جالي وفي شكوى ممكن برضو اقدم شكوى، في حجز، بضيف الاكل للكارد بتاعتي لما اجي اطلب، بعد ما اضيف في اوبشن انا اديليت، وفي المنيو اوبشنز بقى اديليت والاد، وانا بكونتاكت الريستورانت اللي انا بتواصل من المطعم، وفي طبعا جاليري الريستورانت عشان انا يعني لما اعمل ريزرفيشن ببقى اشوف المطعم شكله ايه وكده، ميك اوردر، في اوبشن انا اعمل اكتر من اوردر في وقت واحد، وفي اوبشن انا اكنسل الاوردر بعد ما طلبته، وفي صفحه ديسكاونت بيج يعني لو في المطعم عامل ديسكاونت فبيجيب لي صفحه فيها العروض يعني. بس ده انا عامل حسب العروض بس اللي في الموقع الحاجات اللي عليها اوفر صح كده؟ اه بالظبط. اه ماشي تمام بس حمية. كده لا بس كده الجزء بتاع الصفحات اللي بتتكلمي فيه من شويه. اه ماشي ثواني. اه كنت بقول البلوج لو في ريستورانت بينزل اخبار مثلا او في اكلات جديده، وفي هنا مقالات برضو، في صفحه ريفيوز لو ريفيوز العملاء، وفي صفحه كونتاكت. دي بتبقى يعني على المطعم ككل ولا على الوجبات ولا على ايه بالظبط؟ يعني ريفيوز على الاثنين، على المطعم ككل وعلى يعني جزء بقى جوه بقى الوجبه يعني الوجبات نفسها. بس هو يعني لو ريفيوز فكل واحد يعني هيقول مثلا المطعم حلو، ما هو يعني هيقول مطعم حلو ليه بناء على الوجبات يعني، او مثلا التعامل يعني، فالريفيوز اعتقد هيبقى ليه اكتر من وجهه نظر يعني، كلهم بيصبوا في حاجه واحده اللي هي ريفيوز يعني، مش هيبقى فيه مثلا اقسام مختلفه. هو لا يعني هو صفحه واحده ريفيوز كل واحد بيقول بقى اللي هو عاوزه، مثلا جاب وجبه كذا ما جبتوش، مثلا التعامل ما كانش حلو، لكن مش هيبقى اقسام جوه ريفيوز يعني. دي وجهه نظري صراحه يعني. والريفيوز هيبقى فيه ايمج لو مثلا لو في اثبات عن يعني وجهه نظر مثلا الاكل كان مش حلو وشكله مش حلو. تفاصيل الدرجه دي يعني مش ده مطعم اصلا في الاخر ممكن يمسح الريفيو بتاعك يعني. ماشي في كونتاكت اس الماب طبعا الاوبن. ماشي خلاص الكونتاكت اس يعني. اوكي الجاليري وفايند تيبل المنيو ده حاجه اساسيه طبعا، والبرايفسي اند بوليسي والاسئله ازاي استخدم الويب سايت مثلا او المطعم بيفتح امتى وكده، التيرمز والفود دليفري ده كله في الفود دليفري، والريجستريشن الواحد هيسجل، والاو تي بي طبعا بيجي له تاكيد على الموبايل، اللوجن، الكاستمر بروفايل هيبقى فيه بروفايل لكل شخص عشان لما هم بيعلقوا يعني بيبقى باسماء الناس والبيمنت ميسج. اوكي ده كلام محترم جدا، شكرا جدا لك يا باشمهندس هيبه. عفوا ضيف عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب ثواني اعمل شير. تمام كده. تمام. طبعا بعد ما قعدت مع العميل وظبطت الدنيا معاه وعرفت هو عايز ايه، فجمعت النقاط اللي انا عاملها عندي في الويب سايت. اول حاجه طبعا انا هتكلم عن الفيتشرز بشكل عام، اللي هو المنيو هيكون في صفحه خاصه بالمنيو دي، هعرف فيها اي طبق رئيسي عندي او اي حلويات او اي حاجه عندي في المطعم.
هتكون لي صفحه لوحدها متقسمه اكتر من سيكشن، سيكشن الاطباق الرئيسيه، سيكشن الفاست فود، سيكشن الحلويات وهكذا. طبعا برضو يكون عندي نظام الحجز ده اللي هو يحجز ترابيزه، يحجز يعني لو هيعمل مثلا عزومه او هيعمل مثلا ايفنت او عيد ميلاد او كده، فيكون في نظام كامل للحجز. برضو امكانيه ان هو يطلب اونلاين، ممكن ان هو يبعت له دليفري او هو يطلبه اونلاين مثلا ويعدي على المطعم ياخد تيك اوي في الحالتين. برضو اليوزر يكون عنده اكونت عليه كل حاجه بقى، عليه اللي هو الريكوست بتاعته، عليه الاطباق اللي هو طلب عليه، مثلا لو حاب ان هو يحتفظ بالكارت الدفع بتاعه مثلا اللي هو بيطلب بيه اونلاين على طول، بحيث ان هو يدخل يعمل اوردر على طول من غير ما يعمل اعاده ادخال البيانات من اول وجديد. ف هيكون برضو ان هو لوجين ولوج اوت محفوظ عليه كل حاجه خاصه باليوزر. الحجوزات برضو اللي هو عملها تكون موجوده علشان لو حاب يرجع لها او يكررها تاني. هيكون في برضو عنده فورم في الاكونت الشخصي بتاعه هو، مش بابليك على مستوى الويب سايت، ان هو يكتب ريفيو عن المطعم او يكتب ريفيو عن الحجز اللي هو كان عامله وما عجبوش مثلا او محتاج ان هو تطوير او كده. فكره ان انا اعمل صفحه عامه للمطعم اكتب فيها كل الريفيوز الموجوده عندي، فاعتقد دي يعني حاجه كويسه للمطعم ولا حاجه كويسه للعملاء اصلا. يفضل ان هو تكون فيدباك برايفت مبعوثة للمطعم على طول. بعد كده لو في بقى اي خصومات او عروضات او عروض نازله من المطعم او كده، احيانا بيعملوا عروض عرض العائله او عرض الجامبو والكلام ده كله، هيكون برضو في زي كالندر كده او نوتيفيكيشن بتبعت على الميل لو الشخص المشترك في النيوزليتر بتاعتهم، بتبعت لهم على الميل مثلا ان في ايفنت مثلا افتتاح فرع معين او في خصومات معينه على الوجبات الفلانيه. برضو دي حاجه انا ما لقيتهاش في المطاعم اللي هنا في مصر، يعني مش عارف موجوده لا، بس اللي هو يعني في زبون دايم، الزبون ده اللي هو ممكن يطلب مثلا في الاسبوع 3 أو 4 مرات، فالشخص ده لازم يكون له مكافئات مثلا، يضيف له اي وجبه اي سناكس زياده، يعمل له خصومات، فلازم يكون معاه بوينتس زياده في المطعم يعني. طبعا النيوزليتر زي ما قلنا اللي هو بقى خصومات، عروض، اطباق جديده نزلت، اي يعني فرع يفتتح في مكان ما، فتبعت نوتيفيكيشن على الميل كده. كونتاكت والفيدباك فورم، طبعا بتكلم عن الفيدباك. الكونتاكت بقى اللي هو لو عايز توصل معاهم هيضيفوا بقى كل وسائل التواصل بقى، سواء ميل او واتساب او سوشيال ميديا او كده. الجاليري ده هيكون في سيكشن في الصفحه الرئيسيه او في صفحه الوجبات اللي هو في اللي هي الوجبات الجديده او الوجبات اللي هي الاكثر مبيعا، هيكون معروض كده في شكل سلايدر او فليكس بوكس، يعني مش على حسب العميل هيكون عايز ايه. طبعا برضه هيكون في لوكيشن والدايركشن، وهيكون معمول انتجريشن مع جوجل ماب على طول بحيث ان هو يفتح ويوصل على طول. يعني شفت مطاعم حاطين الاسم بس كده، حاطين اللي هو شارع كذا كذا بس، مش كاتبين، مش حاطين جوجل مابس يعني. فانا شايف اللي هو لوكيشن ده لو اتضاف اي فريم كده لجوجل مابس ان هو يوديه على طول على الخريطه. الشات والسبورت بقى لو عايز يحجز او عايز يلغي او في حصل مشكله في الحجز او كده، فاللي هو لازم يكون في فورم موجوده ان هو يقدر يتواصل معاهم بسرعه، اللي هو بيسموه الخط الساخن، اللي هو يعني لو حصل مشكله حالا لازم يتحل حالا يعني. بس دي عندي الحاجات اللي انا قدرت اطلعها واجمعها يعني. وبعد كده جمعت بقى شويه ديزاينات كده يعني شفتهم على سي فورس بس كده. الله ينورك يا باشمهندس، يا كلام جميل. وزنك من التالي؟ في حد رفع ايده من شويه يا باشمهندس امين، انت الدنيا عندك ظبطت ولا لسه؟ نكمل الجزء بتاعك. تمام مظبوطة. تمام ثانية واحدة. جهز نفسك يا باشمهندس خالد عشان هتدخل بعدين. تمام حضرتك معايا كده؟ تمام. فانا دلوقتي قلت مثلا في الهوم بيج المفروض ان انا ارد مثلا الميل سيكشن. الميل سيكشن مثلا هيبقى فيها مثلا سلايدر، وهيبقى مثلا شوب ناو بوتون، وهيبقى برده فيها ديسكريبشن والتايتل والفوتو. بس اولا يعني عايز بس اوريك برده الفيتشر المهمه مثلا او الحاجات اللي انا جبت منها الريسورس ديت. شفت مثلا انا جبت الويب سايت ده، عملت ريسيرش ولقيته حلو جدا في كل الحاجات اللي احنا عايزينها بصراحه.
يعني شايف ان في كذا كذا نوع منيو مثلا ممكن نعمله عندنا في الويب سايت، منيو زي كده. فانا شايف ان ده مجمع كل مثلا كل الحاجات التولز اللي احنا محتاجينها في النيفيل دي الويب سايت بتاعنا. مثلا في حاجه مثلا ريزيرف اتيبل، فالمفروض دوت هيودينا اوكي خدنا فروم بيتش. يعني مثلا لو بياخد مننا الانفورميشن عشان يقدر يحجز لنا التيبل اللي احنا عايزينها، يختار مثلا التايم واليوم والعدد الاشخاص قد ايه، وياخد مننا النمبر عشان مثلا يتعامل معانا شوف احنا مثلا ما جيناش ليه، او هنحدد البرايس او لحد امتى. مثلا في البيجز مثلا في صفحه للشيف بيعرض مثلا الانفورميشن بتاعته كلها، وفي الابورت اس او الحاجات ديت المعروفه دايما. يعني اوكي جميل جدا. طيب مش عارف الصوره واقف عندك ولا النت هو واقف عندك؟ الصوره واقف عندكم يا شباب مش كده؟ بالنسبه لي واقفه يا باشمهندس. ماشي لغايه لما باشمهندس امين المشكله بتاعته تتحل. مين يدخل مكانه؟ نسترجع الانترنت، ولكن الانترنت يابى ان يرجع. ماشي بس يا باشمهندس خالد بقى مع باشمهندس امين. يلا يا باشمهندس خالد. مهندس خالد ليس خالد. اتفضل يا باشمهندس. هندسه طلعت على التلفزيون كده؟ طلعت على التلفزيون. تمام. طيب انا قسمت الموضوع كاوت لاينز، ما قسمتوش سكاشن زي ما اخواتنا عملوا. تمام. الفيتشرز دي يعني بناء على مواقع انا شفتها وبناء على حاجات في خيالي، فهي مش كلها مثلا متطبعه عمليا. طيب اول فيتشر اللي هي menus with prices of food divided as food categories، عايزين نعمل صفحه للmenus. تمام. يكون فيها طبعا الاسعار، وتكون الصفحه دي فيها زي filtration كده، يقسم الاكل ككاتيجوري. فمثلا لو الموقع انا اعتمدت ان الموقع على نطاق واسع على سكيل كبير، فهو مثلا بيقدم كذا نوع اكل مش نوع واحد، وليكن مثلا هو مطعم وليكن مشويات ويقدم مثلا اسماك، فانا اعتمدت ان هو كده، فبيبقى فيه كاتيجوريز للاكل ده. تمام. تاني فيتشر اللي هي شوبينج كارت تو سيف ذا يوزر نيدز. طبيعي ان هو مثلا لو حد داخل هيطلب اكل اونلاين، هي جايه المفروض ان انا كنت ارتبها الاول، بس ده غلط في كده. تمام. يبقى في شوبينج كارت تحفظ الحاجات اللي هو خدها يعني السله. تمام. رقم 3 اللي هي ability to make a reservation دي. تمام. اللي هو يقدر يعمل حجز، ممكن يعمل حجز كترابيزه بتاريخ ووقت. تمام. دي مهمه جدا طبعا لو المطعم ده كبير. رابع فيتشر اللي هي delivery service، ودي المفروض تبقى فيتشر لوحدها بس انا ضفتها معاها. delivery service and online ordering with credit card، يبقى في يعني دفع اونلاين ممكن هو يطلب ريموتلي يعني. ويبقى في داشبورد تعمل تراك للاوردرز. ازاي يا خالد؟ اونلاين يطلب اونلاين. ايوه هو ده قصدي بريموتلي. ماشي. دي انتني غلط هندسة. انا فاهمك صح بس يعني بصلح لك بس الكلمة مش اكتر. ماشي هندسة. Login and registration page. ده طبيعي لو انا عايز
لو انا عايز اسيف بيانات العميل، يعني هو العميل في الغالب مش هيبقى جيست، وطبعا يعني المفروض برضو دي كنت اضيفها ان يبقى في ميزه ان هو يكمل از جيست، فكره ان هو بس يشوف، لان في فيتشر جايه بعد كده ان هو هيشوف هو عمل كام اوردر واجمال الاوردرات. ان انا اضيف له خاصيه ان هو يكمل از جيست، ممكن عشان ما اعرفوش في فكره التسجيل واللوجن والريجستر وكده. لا يعني هو انا لو جيت هل في احتماليه ان واحد ممكن يبقى جاي يطلب اكل وعشان خاصيه التسجيل لازم يسجل يسيب الموقع ما يطلبش اكل؟ ممكن. ماشي. ممكن يبقى داخل لسه ما يعرفش اصلا المطعم ده فيه، فانا ما اول ما يدخل اقول له سجل وكده لا هيقفل الموقع، الناس اصلا ما عندهاش خلق لكده. سادس فيتشر اللي هي الادمن داشبورد تو تراك اول ذا يوزر ان ذا بيج، دي خاصه بالادمن بتاع الموقع نفسه، يعني صاحب الموقع وليكن. دي هتعمل تراك لكل الاوردرات اللي حصلت من اليوزرز، و يبقى فيها فلتر يعني للإيرادات بناء على الشهور المونثس. تمام. دي مهمة جدا لصاحب الموقع ان هو يعرف الموقع، يعني الموقع دخله قد ايه عن طريقه، يعني دخله ارباح قد ايه عن طريق الموقع. دي مهمة جدا، اظن دي من اهم الفيتشر اصلا اللي يعمل الموقع عشانها. يعني رقم 7 اللي هي customer dashboard to show previous orders، دي خاصه دي مرتبطه بموضوع اللوجن والريجستر ده، اللي هو ان هو يشوف الاوردرات اللي عملها قبل كده وان هو يبقى قادر يعمل سيرفي عليها. دي جايه دلوقتي. سيرفي افتر اتش اوردر كونتينز ا ستارز ريت. حاول تخلي باشمهندس الشرح يكون اسرع شويه عشان انك تكتب وقت اكتر، عشان احنا عايزين ما نسترسلش في الكلام عشان نلحق نعمل حاجه النهارده. بس دي النقطه. خلاص هندسه كلها 5 فيتشرز ولا حاجه. بعد كل اوردر المفروض يطلع له زي بوب اب كده تشوف، يعني يحط كومنت او يضيف ستارز يعني، وهي زي اوبشنال. تمام، عشان برضو ما تقرفوش في حته ان هو لازم يكتب كومنت او لازم يحط ستار. ودي بعد كده هتضاف للسكشن اللي بعد كده اللي هو التستيمونيالز. غالبا الكومنتس اللي هنا هتتحط از سكشن في تستيمونيالز. تمام، اراء العملاء. بعد كده رقم 10 اللي هو about us section to show our place and number، دي الفيتشر اللي اتكلم عليها باشمهندس علي، اللي هي فكره ان هو يبقى في مكان المطعم على الخريطة، وفي أرقام المطعم، وفي شوية صور للمطعم طبعا، وفي كمان يعني صور لبعض الشيفس في الموقع في المطعم. موقع ايه؟ رقم 11 اللي هي contact us، دي برضو اتكلم عليها باشمهندس علي، for live chat or sending email to us، حتة الهوت لاين اللي هو اتكلم عليها، اللي هو فكرة ان هو لو عايز دلوقتي وليكن عمل اوردر بالغلط وعايز يلغيه، في لايف شات، في حد بيستقبل الموضوع ده. ماشي. ده فيلم لوحده. 12 ده اف اي كيو، حتة المفهومة، حتة الاسئلة الشائعة. تمام. 13 نضيف عربي ونضيف لغة عربي وانجليزي، دي برضو اوبشنال يعني مش مهم. 14 ملهاش لازمة، مش مشكلة. طيب شكرا يا باشمهندس، شكرا جدا لك. ماشي. هندسة، حد تاني عايز يبريزنت كومنت؟ ماشي. في صمت، يعني في ناس عاملة بس واضح انهم مش قادرين يطلعوا. عموما انا بعد ما اخلص اصطادهم. لا عملت، بس هم ما شاء الله اللي قالوه غطى كل اللي انا قلته وزياده كمان، فتقريبا هتكرار للكلام. ملاش علاقه، اعرض اللي عندك في دقيقتين. الفكره هي برضو في نقطه يا شباب، هي من احد الاهداف الحاجات ان انت تحاول تتعلم ازاي تعمل البرزنتيشن، مش بس ان انت يعني بتكتب بحمش. لو عايزين لا كفيتشرز ممكن ابعت لكم الفيتشرز كلها وخلصنا، فمش ده الهدف. يعني انت مش بس انك تكتبها، ازاي تعرضها،
دي سكيل في حد ذاتها، انك ازاي تعمل برزنتيشن للحاجه اللي انت كاتبها. فلو انت كاتب حاجه افتح اعمل شير سكرين واعمل برزنتيشن ليها. طيب تمام حاضر. هل كده شير معكم؟ سكرين كابين. طيب تمام. هو انا كنت حاطط الكونتنت بتاع الصفحات بتاع الموقع اللي احنا المفترض هنعمله، يعني صفحات مترقمه مثلا الهيدر ناف بار من فوق، وبعدين الهوم بيج والاباوت اس وحاجات زي كده يعني. وكنت حاطط جواها الفيتشر اللي انا عايز اعملها، يعني حقيقه ما كانتش حاجات عميقه قوي، بس هو كنت ببص في المواقع مثلا واكتب. انا عملت مثلا او كان في تصوري مثلا ان هم هيبقوا 9 صفحات، لكن هم ما شاء الله زودوا على الحاجه اللي انا عملتها. يعني انا قلت ان هيبقى، كنت ببص على الموقع وبعدين اكتب، يعني كنت بشوف عده مواقع واكتب. فالكلام ده انا مثلا مش كاتبه من خيالي او مثلا من مكان قريته فنقلته، انما بالعكس كنت ببص على الموقع فاشوف مثلا في هيدر ناف بار فوق، طب ايه اللي موجود في الناف بار؟ الاقي مثلا على الشمال كده في لوجو موجود هيبقى للمطعم. بعد كده مثلا ممكن الاقي دروب ليست يكون مثلا فيها الهوم والاباوت والمنيو والبيج والبلوج والحاجات اللي زي كده، ويكون في من على اليمين مثلا في حاجه اسمها البوتون، سواء اما يتسمى كونتاكت او اوردر ناو، بحيث مثلا ايه يبقى ظاهر كده في الهيدر ناف بار ده لو عايز يطلب على طول مباشره ومش عايز يخش في التفاصيل، يعني هو راجل عارف ايه اللي عندنا وهيطلب مباشره يعني. وبعد كده نبدأ في الهوم بيج، برضو لقيت ان هم مثلا عندهم الاوبننج هاور ديت من الحاجات اللي هي لو احنا طبعا مطعم وليه مكان ومستقر، فدي بتبقى حاجة مهمة انها تكون فوق خالص باينة وظاهرة للعميل اول ما يخش، بنفتح الساعة كام ومثلا من 10 مثلا ل 12 بالليل وهكذا، دي حاجة مهمة بيبقوا حاطينها على الشمال من فوق. واللوكيشن بتاع المطعم دي حاجة مهمة برضو، ان نبقى حاطين العنوان بتاعه يا ريت يكون مفصل، ولو مثلا حد عايز يتواصل معنا من خلال السوشيال ميديا نكون حاطين الايقونات بتاعتها بقى اليوتيوب والفيس وغيره لو هو عايز يخش يبص عندنا. وكان في ضمن الهوم بيج في اول حاجة كده بيكون لازما في صورة جودتها عالية جدا للمطعم، تكون محطوطة صورة كبيرة جدا هي اللي بقى ايه يعني تعتبر بتجذب اللي داخل شوية. وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها بريف انترودكشن، يعني مقدمه تعريفيه كده خفيفه نعرفهم شويه عن المطعم بتاعنا، هو بيقدم ايه بالظبط، هو بيقدم مشويات بيقدم حلويات بيقدم يعني على حسب بقى الحاجه اللي احنا بنقدمها نعمل تعريف عنها. وبعد كده بقى في حاجات زي اللي يكون في منيو مثلا، يبدا بقى بعد المقدمه دي يشوف بقى ايه المنيو اللي عندنا، الاصناف اللي عندنا معروضه في صور في هيئه كارد كده مثلا، عندنا مثلا الحاجات اللي احنا ايه هنحطها له سواء بريكفاست لانش دينر درينكس على حسب اللي احنا عايزين بقى نعرضه في هيئه كارد بعد كده. وندي فيه اتاحه لحاجه اسمها الاونلاين ريزرفيشن، ان هو يحجز من خلال ايه من خلال النت، سواء انه يحجز ويجي ياخد تيك اواي من عندنا مثلا، او يحجز واحنا نوصله دليفري على حسب ما نشوف يعني. وكنت بقول ان مهم جدا ان يحطوا مسألة الماب، يعني دخلت على بعض المطاعم مواقع المطاعم مش حاطين الماب خالص، مثلا العنوان كذا كذا وعيش حياتك انت بقى شوفه فين. طب غالبا الناس يعني العناوين دي مش مهمة قوي ومش غالبهم بيبقى حافظها، لكن دلوقتي بقى من السهل جدا ان ايه نروح على اللوكيشن على طول، وسواء بقى هيطلب ماب لوكيشن. دي نقطة مهمة. بعد كده بقى بيبقى فيه مثلا صفحة للأباوت أس، بنتكلم فيه عن الهيستوري بتاع المطعم بتاعنا مثلا، ومين الشيف اللي موجود أو الناس اللي شغالين، بنحط فيها شوية صور ليهم وبنبين والله لو احنا عندنا سيرتيفيكيشن خدنا مثلا شهادات أو جوائز مثلا مطعمنا حاز على حاجات معينة فبنوضحها في الأباوت أس دي. المينيو هي بنوضح فيها الحاجات اللي احنا هنقدمها سواء لانش بريكفاست دينر أو غيره. التواصل الكونتاكت يكون فيه العنوان ويكون فيه التليفون والايميل والسوشيال ميديا والماب، ولو في فيدباك يحطها لو عايز يتواصل معنا تكون في الكونتاكت دي. يمكن انا فصلتها تحت هنا في التستيمونيال او الريفيو اللي هو المفروض يكون على اراء العمال على الاكل والمطعم، بس يعني على حسب ما نشوف بقى بعد كده تحط في الكونتاكت نفصلها لوحدها حسب ما تشوفه يعني.
وفي صفحه للريزرفيشن ذات نفسها للحجز، اللي هو هيحجز بقى ازاي، ايه التاريخ، ايه الوقت، ازاي ان احنا ناكد له، نبعت له كونفيرميشن ايميل او اس ام اس ان هو تم الحجز بنجاح مثلا، والشحنه هتوصلك، او للاسف شحنه ايه الاكل هيوصلك مثلا في خلال كذا، ويكون في تراكنج او تعقب للحاجات ديت. بعد كده لما يطلب اونلاين ولا حاجه زي كده نكون عاملين له سكيور بيمنت اوبشن، يعني طرق دفع امنه، سواء بقى من خلال بيبال او لو احنا في مصر هنا فودافون كاش او غيره، نسهل اكتر من طريقه الدفع، يعني تبقى مش طريقه واحده، كل ما سهلنا ونوعنا طرق الدفع كل ما ده كان بيبقى حاجه كويسه يعني في تجربه المستخدم وكده، وانه يقدر يتتبع الاوردر بتاعه. يعني دي حاجه انا حاططها لكن انا الحقيقه مش عارف تتنفذ ازاي، لكن هي كفكره من ضمن الافكار واراء العملاء. وبعد كده الفوتر بقى اخر حاجه، ما حطيتش فيه تفاصيل يعني باعتبار انه حاجات بسيطه، وعرضت الاربع حاجات اللي هم انا شايفهم مناسبين ممكن نعملهم يعني. اوكي جميل جدا يا باشمهندس، جميل جدا. باشمهندس عمار عايز تقول مقولتك؟ اسكت وخلاص، الشباب كلهم ما انا لسه شارح من شويه. انت ايه الهدف انك تقول الكلام ده؟ ما هو اصلا من تاني واحد والكلام بدا يتكرر، ما لهاش علاقه. تمام. كاتون السكرين كده باين. اول حاجه البيجز، في الهوم بيج انا طبعا عامل جدول وعامل اسمين بيجز هنا وهنا، هيكون محتوى ايه او هي فيها ايه وكده. الهوم بالظبط. اوكي الهوم بيج هيبقى فيها انترودكشن انفورميشن عن الريستورانت، هيخلي الزائر يجيه موقع يشوفه كده. تاني حاجة الفود بيج اللي هي برودكت، يوردر فود مثلا وكده. تالت حاجة الاوردرز، دي هتبقى بورتال في رياكت، هيكون فيها الاوردرات اللي هو طلبها وكده، يعني مش تعتبر بيج يعني ديت. تاني حاجة السيتنج، هتكون فيها الاعدادات بتاعت اليوزر للموقع. خامس حاجه اللوكيشن، هيبقى اللوكيشن بتاعت الريستورانت، الاماكن بتاعته، الادريسز. سادس حاجه الكونتاكت بيج، التواصل، معلومات التواصل، ارقام كده. اللوجن بيج، تسجيل دخول في الموقع. الفيوتشرز او ريكويرمنت، اونلاين اوردر، يطلب اوردرات اونلاين. لوكيشن دليفري، لوكيشن اوف دليفري، يعرف المكان بتاع عامل التوصيل. منيو اند اوردرنج، يدسبلاي الاوردرات بتاعته، يشوفها اللي هي بتاعت الاوردرز بورتال. الهيستوري اوف يوزر برودكت، ان هو يشوف الفودز اللي هو طلبها قبل كده، لعل هو عايز بس يطلب الحاجه دي نفسها. اونلاين بيمنت، يقدر يدفع من الموقع نفسه اونلاين. select language by country، الموقع يعرف هو من دولة ايه ويختار اللانجوج تلقائي او يبدل بين اللغات. يعمل book and يحجز appointment، يحجز الاكسنت بتاعتي وحشة. ترجمها ما تشرح يعني، قول انت اشرح انت كاتبه ما تقراهوش. تمام. يحجز ترابيزة من مكانه لوقت معين لموعد معين وكده. اونلاين طبعا. الريفيوز اند ريتنج، التقييمات بتاعت اليوزرز وكده. الان من بدأ المنيو مانجمنت، بتقسم لحاجتين، المنيو مانجمنت والاوردر مانجمنت. المنيو مانجمنت اللي هي التحكم في الاوردرات في الموقع نفسه، اللي هي البرودكت وكده، الفودز وكده. مثلا
بالظبط واجبات يضيف حاجات كاتيجوريز يضيف ايتمز بالظبط. تاني حاجه اوردر مانجمنت كمثال دي نسيها بصراحة. ايه؟ بس كده؟ دي نسيها بصراحة. مفيش مشكلة. طيب. تمام. شكرا يا باشمهندس حمار. خليني برضو أأكد معاكم شباب إن الهدف من الورك شوب ديت مش إن أنت تإكسكيوت ويب سايت، ده جزء منه. الحاجة التانية محتاج تتعلمها. بجانب إن أنت تعرف إزاي تعمل ويب سايت. زي ما قلت لكم شوية إزاي تعمل ملف دوكيومنتيشن، ازاي تقرا ملف دوكيومنتيشن او تعمل برزنتيشن ليه وازاي تطور فيه. الحاجه الثانيه تقريبا انتوا يعني اغلبكم شايف الدوكيومنتس بتاعت الثانيه، هنعمل الفوت ان شاء الله بعد الميتنج ممكن على بكره او حاجه، و اللي ياخد اعلى نسبه تصويت هياخد 3 دايموندز. 3 دايموندز يعني حوالي 60 سنت. ده لو انت بتسمع الفيديو في 2023 شهر اغسطس. احسن دوكيومنتيشن معمول وبرزنتيشن هاخد دايموندز عليه، 3 دايموندز. ليه 3؟ اشمعنى الرقم ده؟ معرفش بس هي جت في دماغي 3 او خلاص نخليها 5 عشان التشجيع نروح عاليه، نخليها 5 دايموندز. احسن فورمات يعني وداتا؟ مين؟ احسن كفورمات وداتا يعني؟ كايه معلش؟ فورمات يعني شكله حلو يعني الدوكيومنت وداتا؟ مش بس الشكل، المحتوى يعني. انا في نقطه مثلا احنا في حاجات ما ضغطتش تقريبا يمكن في كل الفايلات اللي عندكم، خلينا نتكلم عليها برضو. يمكن اتكلم عليها دلوقتي بعد الصلاه ان شاء الله، نقعد كده يمكن نفس كمان 10 دقايق هنقوم نصلي عشان نرجع نكمل. لكن خليني اقول لكم على اكتر من الحاجات المهمه جدا. انا شفت تقريبا كلكم حاطين ريفيوز، بس يعني لما حد يعمل ريفيو للموقع بتاعه بالذات لو هو موقع اكل، فيعني قالوا الحرام يحلف. مش هيبقى فيه انتجريتي او مصداقيه. انا لو واحد لقيت واحد كاتب ريفيو حاطط الريفيوز بتاعت الناس في موقعه هو، بنسبه كبيره اصلا هشك في الموقع نفسه. يعني ايه اللي يضمنني اصلا الموقع نفسه او ان الفيديو دي حقيقيه؟ مش حاجه تضمن حاجه كده. الحاجه الثانيه مش هتلاقي تقريبا عمره شفت الموقع بيعرض النيجاتيف والبوزيتيف ريفيوز اللي عليه، دايما بيعرض ريفيوز كويس، فبالتالي بحسها ما فيش فيها نوع من انواع الانتجريتي او المصداقيه في ان انا احط ريفيوز. فانا مش شايفها صراحه فاليد حاجه ويب سايت. انا ممكن اعمل ريفيو ممكن اسمح بالريفيو للوجبه او الاكله ممكن احطها، لكن ريفيو للويب سايت بشكل عام مش عارف. يعني دي برضو خليني اخد رايكم فيها ونشوف ممكن نمشيها ازاي، هل نحطها اصلا ولا لا. لا مش ممكن نعملها، ممكن ده برضو اقتراح كويس، بس دي خلونا برضو نفكر الاحسن سيناريو ليها حاجه زي كده. لان خلي بالكم احنا يعني انت الفكره كلها لو العميل عايزها فاحنا هنعملها بصرف النظر عن الراي اللي انا قلته، فدي قصه تانية. بس زي ما قلت لكم يعني حته الريفيوز في المطاعم تحديدا يعني انا نادرا اصلا ما اشوفها. طب ما جوجل بيبقى فيه ريفيوز للمطعم، بس تقصد عشان جوجل دي حاجه بره يعني مش حاجه للمطعم؟ لا، انت كمطعم كنتاكي مثلا مش هيتحكم في الريفيوز بتاعته على جوجل. هو جوجل بالنسبه للمطعم هو منطقه محايده، هيعرض البوزيتيف التعليقات السلبيه والايجابيه، لكن انت بتعرض تعليقات عارف يعني مش حاسس ان هي ان هي تبقى مجديه. بالعكس يعني ممكن ابدا اشك في المطعم اكتر بالنسبه لي انا كحسن، بتكلم كحسن. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه برضو من الحاجات اللي انا تقريبا يعني كنت احب ان حد يتطرق ليها، السؤال هو انت المطعم ده ليه فرع واحد ولا اكتر من فرع؟ لان السؤال ده هتحدد عليه حاجات كتير لو انا شغال كمطعم فرع واحد اكتر من فرع. الحاجة التانية احنا اتكلمنا على البيمنت ميثودز، وبشكل ما
او باخر اتكلمنا عن الدليفري او البيك اب اوبشنز، بس الفكره ان احنا لازم نحاول نكتبها بشكل منمق. انا دلوقتي عندي هقدر اطلب وجبه ايا كانت، هطلبها اونلاين واستلمها من الفرع، ولا هطلبها اونلاين واخدها دليفري، ولا هطلبها اونلاين واستلمها من الفرع وادفع فلوسها في الفرع. عندنا البيمنت اوبشنز والبيك اب اوبشنز، فدي دي لازم تبقى منفصله. هو دلوقتي انا لازم مش بتكلم على البيمنت ميثود، لا هو انا بتكلم هو هيدفع ازاي اصلا، هيدفع من المطعم ولا هيدفع اونلاين؟ هيدفع اونلاين بقى نشوف الميثودز الافيلبل اونلاين. مثلا زي ما اقتراحات الكويسه في مصر تقريبا، اعتقد علي أو مش متذكر صراحه مين اللي قالها، ان احنا ممكن نستخدم فودافون كاش، ده فاليد سوليوشن جدا، ممكن مطعم يعمله، مش حاجه غلط يعني. وان كانت تبقى اكزوستنج بالنسبه للشخص اللي بيتابع ريفيوز، ان هي تبقى حاجه مرهقه يقعد يتاكد وده مظبوط ولا نصب عليه وهكذا. طيب دي بالنسبه للنقطه الثانيه. رغي يا عمار انت وغالب لما تروح انتوا الاثنين. الحاجه الثالثه، الجزء بتاع اللوجن والساين اب دايما اختصروه كمسمى في ريكويرمنت الاوث، لان هو مش مقتصر على الاثنين دول، على اللوجن والساين اب، هما فيهم توابع ليهم زي الفورجيت وريسيت باسورد، زي الايميل لوجن، الفون نمبر لوجن، السوشيال لوجن، وطبعا المقابل ليهم بالريجستريشن. الحاجات دي كلها انا ممكن احطها عندي في الريكويرمنت، لكن ما اجي احطها كريكويرمنت مش هكتبها لوجن اند ساين، خليها اوث. ممكن تبقى حاجه مش واضحه للعميل اللي هيجي يقرا الفايل ده، بس ممكن بعدها ابدا اشرح له ايه المقصود بكلمه اوث، زي كذا وكذا 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 وكذا. احنا كده كده خلاص هنقوم، اديني دقيقتين لسه الصلاه ما قامتش عندي، فعشان كده ما قمتش، بس اديني دقيقتين بالظبط او دقيقه اقل من دقيقه. احنا ان شاء الله هناخد بريك كده كده عشان الصلاه، وكده الميتنج اصلا يقفل بعد 4 دقايق، عايز اشوف حل موضوع الميتنج اللي بيقفل ده. بعد كده ان شاء الله هنيجي، يا ريت كل واحد يحط اللينك بتاعه ريبلاي على التاسك عندي، او خليني بص على التاسك نعملها ثريد ولا لا، سيشن 1 فيديو، عشان يبقى التاسكات مجمعه دايما اعملوا ريبلاي كثريد على الثريد بتاعي. انا اوريدي عاملها ثريد فعلا، خش على الثريد بتاعتها وحط لينك التاسك بتاعتك، سواء كانت فيجما او ملف دوكمنت، اعمل لها شير عشان الناس تقدر تشوف الكونتنت اللي انت حاطه. بعد كده ان شاء الله نبدا نريفيو الديزاينز بشكل سريع. وسؤال هاخد اجابته ان شاء الله بعد في الميتنج الجاي، هل كل الموجودين خلصوا الكورس او الفيديو بتاع رياكت راوتر، مونجز رياكت راوتر ولا لا؟ ده سؤال مهم، احب اسمع اجابته بعد الفاصل ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا باشمهندس ايمن، انت رافع ايدك اتفضل. اي لا انا برفع ايديا على اساس ان انا يعني استخدمتهم. يعني تمام ماشي. في حد تاني استخدم او شاف الفيديو يعني اضعف الايمان؟ ماشي. حد بقى يستخدمهم بعيدا عن شاف الفيديو، حد جرب يستخدمها في حاجه؟ انا استخدمتهم ورا حضرتك، يعني كنت بطبق مع حضرتك في الفيديو اللي انت بتعمله بعيد كذا مره عشان خاطر اثبت الحاجات اللي انت حضرتك عاملها، فاستخدمت منتين ونسبيا شايفها يعني مقبوله وسهله، يعني مش شايف انها بتهيألي معضله في الاستخدام بالنسبه لي، يعني ان استخدمت بوت ستراب وحاجات تانية زيها وماتيريال يو اي وكده، فبتهيألي نفس الكونسبت يعني. جميل جدا. وراجعت الريكويل، يعني انا ما كنتش عارف الريكويل، فلما لقيت حضرتك بتقول ان هو الاتوم دي اصلا انت بنيها على الريكويل اللي عاملها فيسبوك او ميتا. لا مش كده، تعال بس تعال تعال تعال. طيب ما قلتش كده، انا قلت انا مستوحي الفكره منها، لكن هي مستوحي. ايوه نركز في المصطلحات يا باشمهندس. حاضر حاضر، انا قلت اشوف طب ايه هو الريكويل ذات نفسه وكده يعني. طب بصيت عليها؟ بصيت على الريكويل وعرفت طريقة استخدامها، بيعمل رابر للآب دي، لكن الاتوم اللي حضرتك عاملها لا مش محتاجين راب الآب ولا حاجة. بالظبط.
بالتالي ده من اهم الفروق يعني اللي انا لاحظتها، وكنت ما اتعمقتش قوي في الركويل، انا خدت نظره سريعه كده اشوف الدنيا فيها ايه. ده كلام جميل. طب حد اشتغل في الاتوم تاني؟ حد جربها الاتوم؟ حد استخدمها؟ ماشي. انا ليه بسأل الاسئله ديت؟ عشان دي هنستخدمها بشكل اساسي في المشروع بتاعنا. في برضه نقطه انا حابب اقول لكم عليها ان شاء الله يعني، ودي هتعتمد على مدى مجهودكم ومدى استمراريتكم في لان الموضوع بيبقى في الاول في حماسه، بعد كده الدنيا بتبدا تهبط، بالذات لما التاسكس تبدا تحسها تقيله شويه عليك. احنا ان شاء الله من الاول. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ احنا من الاول خالص ان شاء الله على قد ما هنقدر هنحاول نفصل اللوجيك عن اليو اي، لكن مش هنبدا كده بس. انا يعني حاولوا لما تيجي تبدا التاسك حاولوا انتوا تعملوا الكلام ده لغايه لما نوصل اللي احنا فعلا محتاجين الليفل ده، فحطوا ديت كمايند سيت بالنسبه لكم، حاولوا تفصلوا اللوجيك عن اليو اي. اعتقد انا في السيشن اللي فاتت اتكلمت في الحته دي. النقطه الثانيه باذن الله احنا هيكون عندنا ديزاين سيستم، هيكون في عندنا ديزاين سيستم. حد عمل ديزاين سيستم قبل كده لاي مشروع؟ هاي هندسه اكيد انا عندي يعني بستخدم انت ديزاين. لا ده الان ديزاين حاجه والديزاين سيستم حاجه تانية. ايوه فكرة الديزاين سيستم اللي هو بقى انتجريت يعني مع مثلا فيجما وكده لا انت قصدك هندسه حتة ان انا ارتب الالوان وحتة ارتب الخطوط بالزبط. واشوف انا عملتها كتير. جميل جدا. الفكرة كلها من الديزاين سيستم ان انا بعمل اليو اي كومبوننتس بتاعتي او البروبرتيز بتاعتي في مكان خاص بيها، بحيث ان انا عندي مثلا ايه البوتونز عندي في المشروع كله، بعملها في فولدر او فايل اسمه بوتون او بوتونز. ايه الالوان اللي عندي؟ بعرف كل الالوان في فايل واحد. اشمعنى اللي انا كان قصدي عليه ايه؟ ده اللي كان قصدي عليه، بس هي تول زي تول كده تشتريها بتعمل انتجريت اليو اي اكس، بيعمل الديزاين ويقدر اللي هو يتحكم في المشروع كله في البوتونز اللي انت عاوزها، كل اللي انت عاوزه فعلا. انا ممكن از ديفلوبر اعملها از افيربل، وهو في تول احنا ممكن نشتريها في الديزاين سيستم ده اذا كان ايا كان انت ديزاين ولا تيل ويند ولا بوت ستراب، اللي هي تعمل انتجريت مع الفيجما ولا وات ايفر مثلا اليو اي اكس ده بيعمل بيشتغل على ايه، ويقدر لو يتحكم في المشروع كله عن طريق فاريبلز هو بياخدها من التول دي. نفس حلو الفكرة. جدا. يبقى نبص على الحته دي. ما قابلتنيش قبل كده حاجه زي كده بالتول، بس عموما بعيده عن التولينج مش بالضروره احنا بس نتعامل مع التول اللي بفلوس، لان مش هيبقى كل ايوه ايوه صح. انا بتكلم على يعني على مستوى بروجكت كبير قوي يعني شركه. لما نوصل ان شاء الله لما الليفل بروجكت كبير يا ايوه ان شاء الله مستر شهاب نبقى نشوف اللي انت بتقوله ده. طيب احنا ان شاء الله اللي هنعمله احنا هنشتغل سي اس ار كلاينت سايد ريندرنج. لو لقيت الناس متحمسه لسه ومكمله يا اما هنكمل المشروع السي اس ار، يا اما هنقلبه نيكست، او هنخلصه سي اس ار بعد كده نعمله نيكست جي اس، على حسب ما نشوف الناس ماشيه ازاي خلال الفتره الجايه. فدي معلومه حبيت اقولها لكم يعني ان شاء الله مستقبلا هنعملها، وده مش عشان حاجه، عشان تتمرنوا على ال على نيكست جي اس بالمره. اوكي ما وري انا عارف انسى، لكن انا كنت بسالك او كنت بتكلم عن حته التول. طيب قبل ما نبدا سواء الديزاين اللي هنبص عليه او ايا كان الحاجه اللي هنشتغل عليها، انا دايما بحب كده ابدا اول حاجه انظم الشغل بتاعي. يعني انا ما سالتكم، انا محتاج كل واحد يعرف كل البيجز اللي عندنا، فانا كنت بقول لكم ليترلي كل البيجز اللي عندك، مش بس مسميات الصفحات يعني مثلا اغلبكم كاتب ان في مثلا او ناس كاتبه في بلوج، بس انا في عندي صفحه تانية غير البلوج اللي هي الارتكل او البوست نفسه، دي صفحه فرعيه في ناس كاتباها بس مش اغلبكم كاتبها.
انا في عندي ساين ان او لوجن وعندي ريجستر، بس انا في عندي حاجات تانية غير اللوجن والريجستر. عندي فورجيت وريسيت باسورد، في عندي صفحات البروفايل زي العرض والابديت، في عندي الاوردر هيستوري تقريبا كلكم اتكلمتوا عليه، لكن ما اتكلمتوش ان احنا في عندنا صفحه العرض تفاصيل الاوردر الواحد. الحاجات دي كلها مش موجوده. عندنا صفحه الريزرفيشنز دي عباره عن ليست، لكن في عندنا صفحه عرض تفاصيل الريزرفيشن. خلي بالكم من الريزرفيشن حاجه والاوردر حاجه تانية. فالحاجات دي كلها مهمه لازم تكتبوا بتفاصيلها، لان لو هنيجي نتكلم ماشي يا باشمهندس انا لو هنيجي نتكلم على لو تيجي تحدد فعلا شغلك، انت هتلاقي نفسك بتحرق وقت في شغل كتير انت ما اتفقتش عليه، ما حسبتلوش وقت، ما حسبتلوش تكلفه. فالحاجات دي كلها لازم تكون معرفها من الاول. عموما خلونا الاول هنعمل شير سكرين كده اريكم ازاي من ستارت اب بروجكت. حد جرب يستخدم الكوماند قبل كده؟ كريت موجز اب، تعالى نسميه ريستورانت ويب. ده هو الكوماند هيجنريت نسخه. احنا محتاجين رياكت جي اس، هي تبقى سي اس ار بالمناسبه. هنشتغل هيدلس يو اي، مش عايز اعمل مانتين عشان اوريكم ازاي هنسطب مانتين فيه. تحبوا نشتغل بالستايلد كومبوننتس وساس؟ تعالوا نسطب الاثنين مع بعض مش مشكله. بعد اذنك هندسه قول لي ايه هيدلس يو اي دي؟ حد يعرف في ايه المصطلح دوت؟ ايه المقصود بيه؟ ايه المقصود بهيدلس يو اي؟ حد يعرف المصطلح ده او قبله قبل كده؟ ماشي. هيدلس يو اي معناه ان هو انت مشروع من غير اي يو اي فريم ورك، انت هتتعامل مع الستايل بتاعك، انت اللي هتحدد الستايل بتاعك بنفسك. عايز تستخدم فريم ورك معين تستخدمه، مش عايز تستخدم حاجه تبنيها بنفسك براحتك. كان الاوبشن الثاني ان هو كنت بسلكت مانتين، كان ده اليو اي فريم ورك المبني بيه، لكن انا اخترت هيدلس يو اي. انا حاطط بس البيسكس او الجزء الخاص باللوجيك للمشروع بس كده مش اكتر. ماشي تمام يا هندسه. صغر دي كده شويه. طيب يبقى احنا اول حاجه زي ما احنا قلنا، اول نقطه محتاجين نعرفها الديزاين سيستم بتاعنا. تاني حاجه البيجز اللي عندنا، كل البيجز اللي عندنا، والحته دي تحديدا انا بفضل انا اعملها دايما. او لو الناس اتعاملت معايا قبل كده هتلاقي دايما بيبقى في عندي فايل اسمه URLs. الفايل ده سواء اذا كنت شغال رياكت لازم تكون معرفه عندك. ليه الفايل ده او الفايل ده مهم في ايه؟ تعالى امسحه عشان اعمله مره ثانيه معاكم، عشان لو حبيت تغير الراوتنج عندي لايا كان السبب بعدله من فايل واحد. يعني انا مثلا عندي هوم بيج عامل راوت هوم، عندي النوت فاوند 404، عندي مثلا البلوج، بس انا في عندي صفحه كمان للبلوج، عندي البلوج بوست. انا في الكيس اللي زي دي، بس انا طبعا بحط الاي دي. في الكيس اللي زي دي مش بعملهم كده، بعملهم جروبنج بلوج ليست. عندي هنا فيو بوست راوت، امسح دول عشان ما ازعلش. وبعمل واحد تاني اسمه view post، ده بياخد البوست بتاعي حاليا اخليه ايه عشان لسه معرفتوش اي حاجه، هيبقى بالمنظر ده. ثانيه عشان في سوري لغايه اللحظه اللي انا كاتبها ديت في حاجه مش واضحه بالنسبه للكل. انا بعرف كل الصفحات اللي عندي حرفيا. عندي مثلا الجزء الخاص بالاوث ده جات له جواه اللوجن، الكريت اكونت او ريجستر، الفورجيت باسورد والريسيت باسورد. انا عندي الصفحات دي. طب ايه كمان عندي؟ الكونتاكت اس برضو معرفه، ممكن احط الاباوت اس برضو معرفه، عندي الفاك بيج الفريكوينت اسك كويستشنز معرفه. فانا عندي في صفحات بعملها جروبنج بحيث ان انا بقى خلاص تنظيم مش اكتر، ودي برضو بعملها نوع من انواع التنظيم.
اوكي ماشي. الدنيا كده تمام شباب بالنسبه لكم؟ اللي انا قلته دوت واضح بالنسبه لكم عباره عن ايه او ليه الفايل ده موجود؟ الحاجه التانيه، الحاجه التانيه الاستراكشر بتاع المشروع لما كريتو، تعالوا اشرح لكم هنا بعد كده هرجع تاني للفيس كود. هو منقسم الى الاب شير ملف المين، لان انا شغال بفيت كل دوت تبع فيت. المين ما فيش فيه امبورت غير الكونفيجريشن والاوبشنز بتاعت رياكت. تعالى نقفل المشروع تاني عشان الفيس كود ما يبلست معانا. ده ملف المين الانتري بوينت بتاعتنا. فطبعا من الانتري بوينت بتاعتنا، الانتري بوينت بتاعتنا ملف الاندكس اتش ام ال، ده الانتري بوينت بتاعتنا الفايل ده. بعد كده الامبورت الستارت ابلكيشن ده اوتوماتيكلي او انترنالي بيعمل كل الراوتر سكان، فاحنا مش محتاجين نعملها، وبيعمل حاجات تانية بس حاليا خلينا دي الحاجة التانية. ان وانت بتستطيع المشروع اوريدي بيكون انستولد معاه جزء خاص بملف البيانات الفايلات الانف للاي اس لينت والبريتيور، عشان الجزء الخاص بالفورماتنج والستايلنج الكود ستايلنج، عشان ما نقعدش نعاني ورا بعض اي حد بيكتب كود. ده بالنسبه للجزء ده. طيب الابس، او اول حاجه قبل الابس الشير، احنا هنحط الحاجات المشتركه. لو انا ممكن اعمل مشروع يبقى فيه الادمن وفيه الويب سايت او اكتر من حاجه مع بعض، ممكن اقسمهم مجموعه من الابس. الشير اللي بحط فيه الحاجات الكومن العامه بشكل عام اللي ممكن استطمن في المشروع بتاعي. ملف الاند بوينت ده الانتري بوينت بتاعت الاجاكس، دي حاجات بري ديفايند كلها ممكن نمسحها هيبقى امسحها وابقى نعملها مع بعض من اول وجديد مفيش فيها حاجه. في عندي فايل في الشير اسمه الفلاجز، ده غالبا بعمله كل حاجه خاصه بالامبورت خاصه بالانف بعملها في بعملها امبورت في الفايل ده، بحيث ان انا لو عندي ديفولت اوبشن او اي فاليو اي ابديت خاص بالانف ما بعملوش امبورت جوه الكود. وادي لكم كيس الحاجه زي كده، ان انا الاول كنت شغال بكريت رياكت اب قبل ما اشتغل بفيت، فلو كنت شغال بالانف كنت هشتغل جوه كده بروسيس دوت انف دوت بلا بلا بلا. فيت لا، او الانف بتاعته موجوده امبورت دوت ميتا دوت انف. فالفايل دوت مجرد ما احط فيه كل الكيز اللي انا باخدها من الانف خلاص، انا مش محتاج اوجع دماغي بعد كده بال ان انا اعدل في الكود انترنالي. طيب سؤال معلش، ايه فايدة ملفات الانف دي، او اللي مش عارف عنها يسيرش عليها ولا نعمل؟ طيب خلوني اقول لكم ايه فكرة الانف. الانف احنا بنحط فيها البيانات اللي ممكن نقول ايه السنسيتيف داتا، بيانات الحساسه، يعني مثلا دي هتبان اكتر لو شغالين مشروع باك اند. عندنا مثلا بيانات الداتابيز، فاحنا بنحطها في ملف الانف. الهدف من ملف الانف او المفروض فيه ان هو ما يكونش ما بيترفعش على الجيت، بيتحط من ضمن الجيت اجنور. كل واحد بيبقى عنده ملف الانف الخاص بيه. الانف باختصار انفايرمنت، البيئه بتاعتك، الاعداد بتاعتك. لكن في الفرونت اند بما ان احنا ما عندناش سنسيتيف داتا، فاحنا بنحط البيانات الاساسيه اللي فيه. زي ايه مثلا؟ ده اسم المشروع، البيز باث بتاعه، تعال نفتح الشير ده احسن. اي داتا ثانيه انت عايز تحطها، اي داتا انت محتاج تحطها، داتا عامه عن المشروع بتحطها في ملف الانف. بيانات عامه بتحط في الملف ده. وهنا اتكلم عن موضوع الاستفاده في السيشن القادمه. يعني اتفضل يا خالد. هو انا ممكن اتحكم برضو لو اي حد عمل كلون البروجكت وفتحه عنده في لوكال، يفتح على لوكال كام في ملف الانف كده؟ يفتح على ايه؟ على لوكال كام؟ 3000 4000 في ملف الانف؟ لا دي على غير. حسب انت شغاله بايه، يعني فيت مثلا هو ما بيعتمدش على البورت اللي احنا بنحطه في ملف الانف. عايزه تعرفي بورت لي تعرفيه في الباكج، يا اما مثلا في اليار كان ممكن اجي اقول له بورت ايا كان الرقم. ما انا مش عامل سبيس ليه، هو اوتوماتيكلي لو البورت مش يعني انا مستخدم البورت في حاجه هو بيشوف بورت اللي بعده. يعني مثلا
5173 موجود يحاول يفتحه ل 5174 5175، فهو اوتوماتيكلي بيحاول يوصل لحته البورت، فنسبيا مش مشكله. واه يعني لو دي من ضمن الداتا اللي بتتحط في ملف الانف البورت. بتقولي حاجه دلوقتي معلش قطعتك. بقولك ليه احدد اللي بيعمل كلون للبورت اللي هو يفتح فيه اصلا؟ يعني ايه الغرض من حقوقه زي دي؟ ان انا احط في الملف الانف عشان يفتح عند حد؟ لا، ملوش ديفينيشن. زي ما احنا قلنا اصلا الاساس بتاع الانف ان هو كل ديفلوبر، كل واحد من التيم ملف الانف عنده خاص بيه. احنا في فرونت اند عشان الدنيا عندنا مور بابليك اكتر، فما بتفرقش قوي، فغالبا ما بحطوش من ضمن الجيت اجنور. لكن لو انا عندي الموضوع دخل في باك اند او في سنسيف داتا، لا ساعتها ممكن افصله او احطه في الجيت اجنور وادي لكل واحد يحط الاعدادات الاساسيه اللي عنده وخلاص على كده. اتمنى دي تكون واضحه. ماشي. طيب نرجع تاني الابس، جوه الاب بتاعنا الفرونت اوفيس وجوه فولدر ديزاين سيستم. بشكل ما انا حطيت يعني لينك مش اكتر. تعالى امسح ده. خلينا نحط اللينك بتاع الاب راوتر. اوبس. ممكن نخليه بيز لينك نبني عليه. اي حاجه ممكن تتحط هنا في الديزاين سيستم كومبوننت. انا عندي مثلا بوتوم كاريت ملف البوتوم، عندي حاجه لل ده لو كومبوننت، عندي مثلا التايبوجرافي. حد يعرف ايه المقصود بالتايبوجرافي؟ الخطوط يا هندسه. بالظبط. انا مش شايف الميتنج، فاللي عايز يتكلم يجاوب على طول، انا ما ببصش على الميتنج دلوقتي. اي حاجه انا محتاج احرفها ممكن، بس انا شايف ان ممكن نعمل دي خليها جوه التايبوجرافي كلها. التايبوجرافي بنحط فيها كل حاجه، الهيدنجز، التكست بشكل عام، اي حاجه نعرفها هنا، الباراجرافز، كل حاجه نحطها هنا. ممكن برضو نعمل فايل مثلا وليكن، سيبك من ده. ممكن نعمل ملف للسيم، مش عارف انا عامله ولا لا، عايز ابقى اعمل فايل للسيم برضو ديزاين سيستم. ممكن اعرف فيه اي ستايلز انا عايزها. الديزاين سيستم الاستراكشر بتاعه بنسبه كبيره بتحدد على اساس اليو اي فريم ورك اللي هتشتغل بيه. يعني انا ممكن بدل بلاش السيم ده عشان ما هنش، ممكن احط انا الكالرز بتاعتي، اقول مثلا اكسبورت كونست كالرز، اعرف كل عندي البرايمري، ممكن احط اللون بتاعي، ممكن اعمل مثلا بلو وابدا احط الارقام القيم بتاعتي او الشيدز بتاعت الارقام اللي غالبا درجات الالوان بتبقى حوالي 10 درجات او 10 شيدز، يعني ده بالنسبه لي اسمه شيد او درجه. ريد نفس القصه وهكذا. معلش سؤال يا هندسه، هو طب دلوقتي ايه الفرق بين ده وبين ان انا اعمله في التيل ويند كونفج مثلا على طول؟ ده اللي قلت من شويه، هي التعديل على حسب انت شغال على اي يو اي فريم ورك. يعني انا مثلا شغال بماتين فمبقتش استخدم الفايل ده اصلا. تمام. مش هعتمد عليه. هي في الاول في بس الأول. انا حاسس ان الدنيا هنا كبيره شويه. انت بتتعامل على حسب الموجود عندك، انت مش بتبني، انا بس بديكم افكار لو هتبني حاجه فروم سكراتش مش هتعتمد على اليو اي فريم ورك. وعلى فكره بالمناسبه تقريبا 99% من المواقع الكبيره بيبني اليو اي بتاعها فروم سكراتش. المواقع الكبيره كلها بتبني اليو اي بتاعها، فهو لازم يعمل نفس الديزاين سيستم. ايه الفكره هنا؟ ان انا بقول لكم ازاي ممكن نتعامل مع الديزاين سيستم، ازاي نبني ديزاين سيستم لو انا ما عنديش حتى فريم ورك يو اي فريم ورك. وضحت؟ ايوه تمام شكرا. يبقى احنا اتكلمنا عن الديزاين سيستم، اتكلمنا عن اليور الز. هنا المفروض ان انا اعرف كل البيجز اللي عندي. حد يقدر يقول لي كده ان تعال نكروم سريعا كده في دقيقتين، ايه الصفحات اللي عندي في الموقع؟ اي حد يفتح المايك ويتكلم حتى لو اكتر من واحد. هوم
والنوت موجود خلاص هتعمله تاني. امال قصدك ايه بايه الصفحات الموجوده عندنا في الموقع؟ ريزرفيشن الحجز ممكن المنيو الكارت صفحه الكارت الهيستوري ايه المقصود بكلمه هيستوري؟ الهيستوري بتاع المنتجات ما عندناش منتجات حضرتك. تمام المنيو بتاع الورد في صفحه بيعمل قصدي قصدي وجبات. طيب الجاليري الاوردرز يعني الاوردرز الاوردرز اللي هو طلبها الاوردرز عندنا كم صفحه فيه ايه عندنا كم صفحه في الاوردرز مش فاهم السؤال. الليست بتاعت كل الاوردرز وصفحه الاوردر الواحد والهيستوري بتاع الاوردرز. في كمان صفحة السكسس بعد ما يعمل تشيك اوت بيوديها على صفحة سكسس كده ان هو خلاص تم الاوردر. ممكن كمان احط كمان التراك اوردر لو انا عايز شي صفحة الاكاونت. ثانية بس نكون واحدة واحدة انا ندفع الاكاونت دلوقتي. تعال خلص التشيك اوت وانا احنا اصلا برضه عندي التشيك اوت عندي كمان الجاليري. حد كان من شوية بقالة حاجة سادمينيو والايرور برضو صفحة الايرور ممكن نخليها كده ونخليها كده انا بفضل كده لو في ايرور عندي برضو الاوس كده خلاص ولا في حاجة ناقصة هي اللوج اوت وفي صفحة الاوتبي مش بيج حضرتك الاوتبي مش بيج لا ثواني ليه مش بيج زي بوبا الاوفرز ماشي في بيج كونفيرم باسورد مين كونفيرم باسورد كونفيرم ايه بنأكد لو في جالك مثلا كود مثلا على الايميل بتاعك هو بيعوز مثلا ياخد الكود منك يعني فاهم يتاكد ان الكود ده بتاعك يعني مش اكتر ما هي الريسيت باسورد دي تبع الفورجيت. تعالوا نتفق على الحته دي هل نخليها تبقى كلها بوب ابس ولا نخليها بيجز؟ لا بوب ابس بوب ابس خلي البيج ايه. طيب اللي عايزها بيجز يقول ان هو عايزها بيجز اي تي بي او كونفرميشن مسجز انا شايفها بيجز. بيج مين تاني شايفها بيج؟ ماشي انا برضو شايف المواقع الكبيره بتعملها بيج. ممكن تدينا نبذه برضو عرفنا يعني ده ودوت يعني ما فيش اي فرق ما بينهم اي فرق ما بين ده وده غير هو على حسب اليوزر اكسبيرينس بتاع الموقع بس. تمام اظن لو الموقع كبير اظن لو الموقع كبير وهيكون في بيجز كتير هتبقى مشكله ان كل حاجه بسيطه يكون ليها بيج. لو هتبقى بوب اب هتبقى اسهل على اليوزر. طيب خلونا انا هو بعيدا كمان عن اليوزر هي اسرع في الديفلوبمنت وتبقى بوب اب عشان تعمل بيج كبير وان كانت مش اسرع قوي صراحه يعني هي لا بالنسبة لي البيج اسرع من البوب اب في الديفلوبمنت. حد يعرف ليه؟ عشان البوب اب بتحتاج اكشن لكن البيج بتبقى يعني راوت او حاجه اوتوماتيك. انا اقعد امانج البوب اب بتفتح وتتقفل البيج اسرع من البوب اب. هل نخليها بيج؟ هو انا الصراحه شايفاها بيج احسن عشان البوب اب يعني هو الموضوع اساسا مهم يعني البوب انت لو عملت كليك بره البوب اب ممكن يتقفل والموضوع اساسا يعني الاو تي بي ده اهم من انه مثلا كليك غلط يقفل لك البوب اب. فكبيج لا يعني الموضوع بيبقى بالنسبه لي احسن كرأي شخصي يعني. احنا ممكن نعمل البوب اب ما تتقفلش لما تكليك عليه بس برضه البيج كده ليها هيبتها على البوب اب. احنا مش المحكمه حضرتك ايه عامل ايه بالهيبه. طيب عموما لو حاجه صغيره ممكن نمكس ما بينهم. ممكن نخلي الفورجيت باسورد او ريسيت باسورد دي بيج. في الغالب الريسيت باسورد انا في الغالب انا بشتغل بوب اب يعني
الفورجيت ديت وحتى كمان الفورجيت، يعني السايكل كلها دي بشتغلها وانا صحت اللوجن. بس تعالوا نفصلهم كانوا نوع التجديد مش اكتر. هنعمل جزء بوب ابس وجزء بيجز، دول هيبقوا بيجز والباقي الفيريفيكيشن بتاع الريجستر ده هيكون بوب اب. هنخلي فورجيت والريسيت دولت بيجز وعملنا الاثنين عشان محدش كلام من الاراء المنقسمه. ماشي. ايه كمان عندنا؟ ايه الصفحات التانية اللي عندنا؟ الجاليري. الجاليري مش عارف كلكم مصممين على الجاليري ليه. انا ما بحبش الجاليري اصلا، ما بخشش عليه. يعني الراجل قبل ما يجي لازم يشوف المطعم شكله عامل ازاي، هيجي كده من غير ما يشوف؟ ما ممكن اعمل سكشن في الهوم وخلصنا. ماشي. ايه كمان؟ في الترمز، في البرايفسي اند بولسي، في ايه تاني؟ كاستمر بروفايل. احنا ما عملناش ال تعالى نعمل الاكونت وعندنا الانفورم بيجز، اخليها بيجز على طول. ضغط اس. في صفحة الارشيفز لو حد حابب يعني ياخد فكرة. ضغط اس فعلا موجودة، بس موجودة في صفحة واحدة. موجودة. ماشي. انا خليهم مفرطين على طول خلاص. حتة برضه الناس اللي ادمن داشبورد. لا الادمن انا مالي بالادمن دلوقتي. يعني لازم اتكلم عن الموقع. طيب خلاص. لا اخ العرب. دخلناش في الوقت. دخلنا في مشروع تاني. يعني الادمن هنجيب قدام. طب ما نضيف صفحة بارتنر. ايه? ما نضيف صفحة بارتنر. الداعمين لل مشروع دوت، مشروع الريستورانت. ما عندناش داعمين لمطاعم. عمرك دخلت في مطعم؟ تعالى بس. انت بكيف في مطعم عربي او اجنبي؟ لا بصراحه. خلاص. احنا برضو تاني احنا مش بنعمل حاجه نرفع لها سين فورست، احنا بنعمل حاجه ممكن تتباع. يعني حاجه ابليكابل، حاجه ينفع فعلا نعمل استخدامها من غير ما يقول لي لا شيل دي شيل دي شيل دي شيل دي. يعني حتى مثلا ممكن الفيك اصلا ممكن اشيله، مش غالبا اللي هحتاجه المطاعم الكبيره في الغالب، بس هخليها مبني ما جاتش عليها يعني. في ايه كمان صفحات تانية عندنا؟ طب حوار السيرفي ده هندسه هنضيفه؟ ايه السيرفي ده؟ اللي هو التقييم بعد كل من الاوردر نفسه. ممكن نخليها من عمل الاوردر من صفحه الاوردر نفسه. هتبقى بوباب يعني. ممكن جوه الاوردر اطلع له وساله له قيمنا الدنيا يا عم الصرا. طيب صفحه الاور شيفس. الاور ايه؟ شيفس اللي هم يعني الشيفات اللي موجودين. برانشز برضو دي هتبقى في الكونتاكت. ايوه هنحتاج عندنا كومبير. نقارن وجبات. نقارن وجبات ايه؟ ما انت داخله تشتري اكل، هتقارن ليه؟ هو مش موبايلات هي عشان تقارن نفس المطعم. شفتيها قبل كده في مطعم؟ شفت الكمبيوتر كده في مطعم؟ لا. في موقع مطعم او ابلكيشن مطعم؟ لا. اللي عندنا كومبير. في نقطه قبل ما نكمل، احنا شغالين طبيعه المشروع ده ايه؟ هو شوبينج كارت اب اي حاجة دي هي او اونلاين السوق. في حاجات ما بينهم بتبقى كتير مشتركه، وفي حاجات بتبقى خاصه بالمطعم بس وحاجات خاصه بالاونلاين السوق بس. يعني مثلا حاجات خاصه بالمطعم بس زي ريزرفيشن، حاجات خاصه بالستور مثلا زي الكومبير، زي الويش ليست. انا مش محتاج ويش ليست انا كمان بالمناسبه. ما انت هتخزن ايه؟ هترجع لها بعدين. انت هتاخد دلوقتي مش طبيعي. طيب ايه كمان؟ ايه الصفحات التانية اللي عندنا؟ الديسكاونت. في عامل ديسكاونت على الحاجات. يعني حد قال حاجه دلوقتي بس ما سمعتهاش. الديسكاونت. طب الديليفري هندسه. ايه؟ الديليفري. ايه الديليفري ده؟ يعني عندي صفحه اسمها ديليفري في الموقع؟ هو على مش الويش ليست ممكن يكون ليها اهميه برضه. مش في المطاعم.
لا ممكن كان مثلا كان داخل يشتري حاجة فشاف طبق جديد اتعمل فحط في الوش ليست بيطلبه بعدين. في المطاعم لان انت اصلا انت مدة بقائك في الموقع ما بتزيدش عن 10 دقايق ربع ساعة في المطعم. تمام. لكن لو انت واحد بتشتري مثلا موبايل حاجة لا انت ممكن تقعد تلف لفة حلوة فيه وترجع له مرة واثنين وثلاثة. لكن انت كمطعم حد استخدم قبل كده يعني تعالى نرجع نتكلم عليه احنا كاشخاص عاديين، حد استخدم مواقع او عمل اونلاين اوردر سواء من ويب سايت او موبايل اب؟ اكيد ايوه كتير طبعا. عمرك ما هتزيد عن 10 دقايق في الابلكيشن الويب سايت، عمرك ما هتزيد عن المده دي. يعني الفكره ان انا شغال في الشركه على اي كوميرس تبع عطاره وكده، ففي قصيده الوش ليست بس تقريبا زي المطعم بس هي مش ابليكابل. ده اللي انا مش تمام. مفيدة بس مش مجدية يعني الفكرة ايه، احنا مش بنحشي فيتشرز وخلاص. ده اللي انا اقصده. اوكي ايه كمان عندنا احنا وبالتالي مش عارف هل تبقى صفحة اللي هو نتراك الستيت بتاع الاوردر، بما ان احنا قلنا ممكن اوردر وكده فوصل فين راح فين جه منين، هل دي هتبقى صفحة بشوفها في شركات الشحن والحاجات دي؟ اه حطينا في التراك يعني. تمام. طب الشات هيبقى صفحة لوحده؟ ده واتعمل لو اتعمل هنخليها تبقى ويدجت كده تتفتح على اليمين او الشمال الموقع او ممكن تربط كده، مش هيبقى الصفحه منفصله يعني. طب صفحه يعني مثلا افضل الوجبات اللي عليها طلب مثلا تعمل صفحه ده يعني ما خلاص افضل. انا لو حد دي ممكن نعملها بفلتر احسن. لا ممكن نعملها سيكشن بفلتر كده في الهوم في البيست سيلر مثلا، ممكن نعملها صفحه بعد كده. الفكره ان الافكار مش هتخلص بس احنا عايزين حته نعرف نتحرك فيها. اظن هندسه كده بشكل مبدئي كتير زي الفل يعني. كتير ولا زي الفل يعني؟ هنزود عن كده بشكل مبدئي مش كويس يعني. الافكار اللي احنا جمعناها كلها وصلنا لكده، ممكن بعد كده نضيف. بعدين هندسه وحضرتك كتبت صفحه المنيو؟ هي الميلز تقريبا بس ليست. صراحة في صفحة المنيو هي الميلز، ممكن اخليها منيو عادي. في صفحات كتير ولا بس دي غير امنية عادي؟ ايه هو مش كده صفحات كتير ولا ايه كده يا دوبك؟ اه بصراحة داخل استفاد من الموقع، لكن انا لو موضوع الاكل انا مش هقعد اعمل كله. يعني ايه مش فاهم انت قصدك انت كمين؟ انا كيوزر يعني ادخل جعان اطلب الاكل وشكرا، مش بص في حاجة تاني في الموقع. ما انا اقول لك الحقيقة، الصفحات مثلا دي برضو نقطة ليك، صفحة زي دي او دول غالبا مش المستخدم العادي اللي بيبص عليها الحاجات ديت. لو انت شركات بتبص على المطعم، ناس تقيله بتكون عايزه تعرف الموقع المطعم ده بيتكلم عن ايه. انت كمستخدم عادي كل تركيزك هيكون على السكشن ده والسكشنين دول بس كده. والله لو كل التركيز على العربات يعني مش هيبقى على السكشن. البلوج ايه لازمته؟ البلوج ايه لازمته؟ الاي سي او بس، حد يقرا عشان هم يحطوا شويه لينكات تظهر على جوجل وخلصنا. هي كده مش يوزر هيدخل مطعم يقعد يقرا فيها بوستات، الا لو مطعم مشهور في حته معينه بيتكلم عنها. يعني مثلا مطعم مثلا يعني استغفر الله العظيم مطعم نباتي مثلا بيحط بوستات عن الاكل النباتي حاجات ديت. لكن غير كده المستخدم العادي ما هو داخل يطلب اكل ويمشي، هو اصلا شخص كسول ان هو داخل يطلب اكل اونلاين مش ان هو ينزل يجيبه او يتصل بالتليفون، فاكيد مش هيدخل يقرا كل الكلام ده. بس انت في الاول في الاخر انت بتبني موقعك يعني. مثلا برايفسي اند بوليسي وفي عندنا كمان صفحه تيرمز اند كونديشنز. حد يعرف ليه الصفحتين دول تحديدا لازم يكونوا موجودين؟ عشان نرفع اوض انتجريشن بتاع الدفع مع البنوك بيركز على الصفحه. ايوه الانتجريشن مع البنوك بيحتاج الصفحات دي. الله ينور عليك. محتاج دي احنا البنك مبهدلنا حرفيا بس احنا من كل حاجه بقى.
وكمان لو هنعمل موبايل ابلكيشن الصفحتين دولت محتاجهم في البيمنت وفي الموبايل ابس. الصفحتين دولت اساسيتين ومش عارف تعمل ابوت معاهم ولا لا بس على الاقل دول يعني اي اب يعني جوجل او ابل بي مش هيرضى اصلا يكتبلك الابلكيشن بتاعك من غيرهم. هو انا ما فهمتش يعني ايه الانتجريشن مع البنوك بيحتاج الصفحتين دول. انا دلوقتي عشان اعمل وسيله دفع اونلاين فهو البنك او وسيله الدفع تشترط عليك انك تعرف الشخص سياسه الاستخدام بتاعت الموقع ايه، الخصوصيه بتاعتك ايه. بس طبعا دي حاجات كلها خصوصا الحاجات الصغيره الستارت اب بالنسبه لهم بياخدوا اي كلمتين من على الانترنت ويحطوها. يعني في الاخر الموضوع يعني لو في مشكله حاجه بتقلب قواضي، ولا برايفسي بوليسي ولا تيرمز اند كونديشن ولا اي حاجه. يعني زي ما قلت زي ايه؟ يعني زي ما قلت الدليفري بوليسي برضو والكنسليشن ممكن احطها كلها في بالظبط. يعني الفكره كلها ممكن قدامنا اكستند الصفحات، ممكن نزود صفحات كتير عادي. حتى الفكره كلها نحاول نعمل المطعم ما بين الميديوم لارج سكيل، مش عايزين نبدا من اول لارج سكيل بروجكت. طيب شايفين بقى الصفحات دي ايه الخطوه الجايه بتاعتها؟ كريم انا طبيعه لما باجي اشتغل بالذات شغالين سي اس ار انا بشتغل موديول بيز مش بيج بيز، يعني بجمع كل الصفحات المرتبطه مع بعض في فولدر واحد. مش بس الصفحات، اي حاجه كونسبت مرتبطه ببعض بحطه في فولدر واحد. السيرفيسز اللي هي الاي بي اي كولز، اليوتيليتيز بتاعتها، الكومبوننت، البيج، الترجمه، اي حاجه انا محتاجها بحطها في فولدر واحد. مثلا فولدر للتشيك اوت، فولدر للكارت، فولدر للاوردرز، فولدر للبلوج، فولدر للاكونت، فولدر للمنيو، فولدر للانفورماتيف بيجز الاباوت البرايفسي والاي بي كيو، فولدر لل مش عارف انا بعمل فولدر منها تبقى دايما صفحه واحده. راحت فين؟ اهي الكونتاكت اس. الهوم غالبا برمي النات فاند غالبا برميها مع الهوم مع بعض تلاقي توتال اب تيو. بس انا مفضل التقسيمه دي، يعني احنا دايما احنا هنشتغل هنقسم المشروع بتاعنا موديولز، كل موديول بينكابسوليت جوه كل حاجه خاصه بيه. هو وضحت يا شباب؟ طيب الحاجة التانية، احنا كده دلوقتي اتكلمنا عن design system، اتكلمنا عن URLs، اتكلمنا عن ال project structure هبقى ماشي بيه، فاضل لنا الجزء الخاص بال layout structure اللي هو احنا المفروض يبقى في عندنا header content وايه والfooter. هذه كلها بنعملها جوه كل ده كده بتحط جوه base layout، شايل الكلام ده كله. الكونتنت هو اللي بتغير، الهيدر والفوتر ما بتغيروش. وغالبا غالبا بعمل لي اوت تانية اسمها اكونت لي اوت. ليه بعملها؟ عشان بيبقى غالبا الاكونت اللينكات بتاعته تبقى موجوده في السايد بار على الشمال، يعني تبقى عباره عن هيدر وكونتنت بلس سايد بار والفوتر. دول غالبا التو لي اوتس اللي ممكن نشتغلوا عليهم في مشروع زي ده. ممكن يزيدوا او يقلوا على حسب الديزاين اللي احنا بنعمله، بس بنسبة 90% دولت اللي احنا هنستقر عليهم الصفحتين دول. اوكي يا شباب، هو احنا نعمل سايت ماب؟ هنعمل سايت ماب طبعا. قصدك كبيج ولا كبيج تقريبا؟ لا ما يوزلس دلوقتي، مالهاش فيها لازمه. طب هو اصلا ايه الفايده من السايت ماب؟ عشان الكراولر او اي سيرش انجن لما بيكون بيدخل على الموقع هو بيخش يعمل كراولنج على كل الصفحه، بيدخل يفتح كل الصفحات. فالسايت ماب مجمعه كل الصفحات، يعني انت مش كل الصفحات ممكن تعرف تعرضها بالكامل في الموقع، بس السايت ماب هيعرف يجمع كل الصفحات. يعني مثلا عندك يعني بتكون صفحه فيها روبكس يعني عندك 20000 برودكت او ميل، بس عددهم فين ال 20000 دول؟ انت لازم تخش على نظام البيجز. تمام فانت ممكن تحط ال 20000 برودكت في السايد ماب. كنت بتقول ايه دلوقتي؟ معلش قطعتك. تمام تمام كده فهمت. لغايه كده الدنيا يا شباب واضحه؟ هل في حد مستصعب اي حاجه من اللي انا قلته؟ في برضه نقطه مهمه، هو اسال يعني ما يبقاش في حد عنده حرج ان هو يسال سؤال. انا ممكن برضو يفيد حد تاني
بمعلومه انا هقولها اجابه على سؤالك، فدايما خلي الحته دي عندك، عندك اي حاجه لازم تكون فاهم كل حاجه انت بتشتغل عليها، مش مجرد تشغله وخلاص. طيب ده بالنسبه للجزء الخاص بالاستراكشر بتاع اليو ار ايز. احنا كده حددنا الصفحات اللي عندنا، دلوقتي بقى فاضل لنا ايه؟ نبدأ بقى الكريت نجيب الديزاين اللي هنشتغل بيه اصلا. بالظبط، هنشوف الديزاين اللي هنشتغل عليه، وبعد كده هنخلص الهيدر والفوتر، بعد كده بنبدأ في الصفحة، لان احنا الهيدر كان عندنا اكتر من سيناريو فيه، ممكن اصلا يكون عندي في الموقع اكتر من هيدر، ممكن يبقى في هيدر للهوم بس بعد كده هيدر لباقي الموقع، او هيدر بيختلف على حسب حالنا فيه. في ناس بتتطور تعمل لكل كاتيجوري في المنيوز، في المنيو بتاعته هيدر خاص بيها، ويعمل لك لي اوت كامله خاصه بالكاتيجوري، بس عشان اوصل للليفل اكستريم او تطور. خلينا نشتغل. فاحنا عندنا ايه تاني المفروض هنبدا بيه؟ هنسلكت الديزاين، بعد كده هيدر، هيدر بلس فوتر، بعد كده البيجز. طيب انا عندي بس اشكاليه في الحته دي، معلش. هو ليه نبدا بالبيجز؟ يعني انا ممكن يبقى في عندي مثلا، انا المفروض يعني الف على الديزاين كده كله لفه بسيطه، اشوف لو في عندي ريزبل كومبوننت ابدا بيها الاول علشان ما اشتغلش في الصفحات بشكل مباشر او بصوره مباشره، واتفاجئ بعد كده ان انا محتاج اعدل في كودي، او ان في حاجه انا هكررها كتير. بس ده بيتكلم في ايه؟ بس على فكره هي ما بتظهرش الا بعد لما انا اشتغل اصلا واعرف ان انا محتاج تطلع إيه؟ اغلبها في الاول، مش كلها بس يعني حاجات بسيطه. اطلع اغلبها لما يبقى معايا ديزاين ثابت او لاي اوت موجود، انا عادي هشوف ايه اللي موجود فيه وهعرف. ما ده اللي احنا اتكلمنا عليه هنا في الجزء بتاع ديزاين سيستم، هنطلع كل الكومبوننتس اللي عندنا ونبدا نشتغل عليها. ايه نقطه ثانيه، انتوا بتشتغلوا بالموديول بالباس اليس ولا لا؟ يعني امبورت اكس فروم ولا امبورت اكس فروم؟ مين بيشتغل باللي فوق؟ انا بشتغل باللي تحت. بشتغل باللي تحت ابسوليوت امبورت. انا بشتغل باللي فوق. لا بشتغل باللي فوق. ليه بيشتغل فوق ليه؟ بيعمل فينا كده عشان ما نعرفش اللي تحت. بالظبط. طيب عموما اللي تحت بتعمل ازاي سريعا برضه عشان يمكن هيقفل دلوقتي على طريق الباس اللي بتاع تي اس كوم، ده بيحتاج ليه انتجريشن مع اي ضغط مع فيت برضه عشان يعرفوا ايه الباس اللي بتاعتها. يعني لو جينا مثلا هنا اعتقد لو جينا عملنا الهوم بيج، بص كده الامبورت بتاعها ماشي ازاي. حلو. اضافة اللي في بوست انا كنت منزله قبل كده، يعني الواد لسه مش عارف يحل المشكله دي، لو حد عنده حل ليها يقول لي ان هو ما بيقراش الاندكس مش عارف ليه. كان في بوست كنت منزله كده على النت، يعني تعمل كود الياس تقدر او تحددها عن طريق الفي اس كود نفسه. خليني اقول لكم كان اسمه باشمهندس محمد ربنا يبارك له، كنت دخلت عندي اني ديسك عملها لي، قال ان هو كان جايب البوست من عندك. ايوه البوست ده بوش عنده هو ده امر التحول ريلاتيف المسار بدل ما بالمنظر ده. فكنا محتاج نعمله نفتح السيتنجز بتاعتك. هو تقصد ايه اللي هو مش بيقرا الاندكس؟ تقصد يعني مش بيحط في الملفات المقترحه وانت بتكتب هوم بيج سلاش هوم بيج؟ المفروض ان هو لو انا عامل ملف اندكس باكسبورت منه هوم بيج دي، يعني كده بص هيقراها برضه مش هيقول لي لا. ليه؟ لان انا عامل اكسبورت اصلا، المفروض يقرا من الاندكس. بس البي اس كود مؤخرا بقى بيعمل الانبوت سكيب اللي هو عامله ده. بيكرر الهوم بيج يعني. في برضه نقطة تانية عشان برضه نبقى احنا لما بنشتغل الاستراكشر بتاعنا في الفولدر او المديول بينقسم إلى ده لو اتومز عندنا اتومز بيجز سيرفيسز البروفايدر والراوتس طبعا وكومبوننت. لو خدنا فولدر للكومبوننت فولدر للبيجز
واضحه؟ خلي بالكم من الحته ديت، وانتوا تبقى اصلا الشغل بتاعكم فولدر البيجز، فولدر الكومبوننت، فولدر الكومبوننت هتحط فيه الكومبوننت اليوزر كومبوننت بتاعت الموديول ده، البيجز هتحط فيها كل البيج الفولدر بتاعك، ولو في سيكشن خاص بالبيج فقط يعني مثلا سيكشن خاص بالهوم بتحطه جوه فولدر الهوم، خلي اعمل له فولدر من بره عشان يبقى خلاص انا عارف ان ده تبع الهوم، لانه احيانا احيانا بيكون بتشابه بعض اسامي السيكشنز في اكتر من صفحه، بس كل واحد ليه خاص بيه، فالافضل نعمل السيكشن لو هو خاص بالبيج دي يبقى جوه الفولدر بتاع البيج نفسه. واضحه يا شباب؟ تمام. طيب ده كده بالنسبه للاستراكشر بتاعنا. احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاج نختار سين صح. نشوف اني سين اللي هنشتغل عليه، نقدر نشتغل عليه عشان نبدا شغل. مش عايز اخص، مش عايز اطول اكتر في الجزء النظري عشان الناس ما تملش، عشان اعرف ان هو جزء نسبيا ممل. فعايزين نختار ديزاين تقريبا، المفروض ان كله كده حط اللينكات بتاعت الدوكيومنتس بتاعته. خلوا كل اللينكات في الثريدز، وكله يفتح لينكات في الباقي، واي حد يحط اللينك. ممكن نعمل ثريد خاص بالديزاين عشان كله يحط اللينكات فيه. لو حد شاف ان حد حط اللينك بتاع ديزاين معين اعملوا لايك، ما تكرروش. يعني اكتر ديزاين ياخد لايكس خلاص ده هيبقى البيز بتاعنا، وممكن نقعد ننقي من اكتر من ديزاين تاني. يعني احنا مش بالضروره نلتزم مع ديزاين سيستم واحد او ديزاين بروجكت واحد، بس هنشوف واحد يبقى ده البيز بتاعنا، بعد كده نكمل على الباقي. اوكي يا شباب؟ تمام يا هندسه. حاجه ثانيه عايزكم، انا هعمل ان شاء الله بعد ما اخلص الميتنج ده هرفع البروجكت على جيت هاب، كل واحد يعمل له فورك، عشان برضه الناس لو ما اشتغلتش على جيت قبل كده تعرف ازاي تتعامل مع البول ريكويست او البي ار. هنراجع عليه. نقطة بقى مهمة، على قد ما تقدروا محدش يكتب كود، لو سمحتوا على قد ما تقدروا. كود مكتوب ازاي وامشوا نفس الوتيرة، محدش يسترسل، تكتبش كود من دماغك. طريقة المسميات بتاعتنا امشي مع طريقة المسميات من دماغك. عندك طريقة احسن اعملها، طريقة اسوأ اوعى. ما غالبا هندسه اللي بيكتب ديرت كود ما يعرفش ان هو بيكتب ديرت كود. ده اللي انا قلته اهو، امشي على اللي موجود، امشي على طريقه الكتابه. ده من الحاجات اللي انا او سببها ان انا عامل طريقه الكرييشن من المشروع ده بالكوماند لاين، عشان تلاقي عندك حاجه تكمل على نفس النهج بتاعها نظامك الدنيا. يعني مثلا يعني الفولدر بتاع السيرفيس ده خاص بالاي بي اي، انت عندك اي بي اي ما تعملش امبورت جوه الهوم بيج، ما تكتبش السنتاكس دي. يعني ما لو سمحت ما حدش يعمل كده، يوز افكت طبعا هو مش هيقدر، حدش يكتب اكسيوس اللي انتوا بتعملوا كده، سوري اكسيوس دوت جيت سلاش سلاش يا جدع خلاص يا هندسه وصلت دوت زين ريسبونس كذا كذا كذا. لا حضرتك ممكن تيجي تقول له جيت هوم وكمل اللي انت عايزه عادي خالص. ليه؟ عشان احيانا بعض الحاجات اللي بنحتاج نستخدمها بيبقى ليها اكتر من ابديت. يعني مثلا عندي صفحه زي الميلز، فاللي احنا كنا هنكتبه كانت هتبقى حاجه زي كده ميلز مثلا، واكمل الابديت بتاعي. طب لا ده انا عايز في عندي صفحه تانية هتبقى خاصه بالكاتيجوري معين، فممكن اقول له كاتيجوري اكس. فده مثلا، ولا انا اكرره تاني جيت ميلز كاتيجوري واحد لاخر واحد نضيف. اسهل تعرف تقرا وتعدل على حاجه، تعرف تكس ده بشكل سلس. عشان كده الفولدر سيرفيس ده بنحط جواه الاي بي اي فايلز بتاعتنا، ده بقى عباره عن فانكشنز بنستخدمها. واصلا لما نقابل الريستفول هبقى اوريكم طريقه الريستفول اند بوينت هنشتغل بيها. دي غالبا احنا في صفحه نسيناها، دي مهمه. هي فين؟ محدش فكرني بيها يا ساده محترمين. ادرس بوك العناوين ايه؟ ادرس بوك دي
العناوين بتاع العميل، يعني العميل مش كل مره يقعد يختار نفس العنوان، يقعد يدخل البيانات بتاعته، ممكن يضيفها على طول مره واحده ويعدل عليها بعدين براحته. مهمه قوي دي فعلا. في البوك يو تيبل مثلا برضه معرفش اضيف معاه ولا لا. لا انا ما فهمتش عناوين ايه، مش العناوين دي بتبقى في الفورم؟ فين؟ مش العناوين دي في الفورم ولا تقصد عناوين ايه؟ عنوان الزبون نفسه، معنى لما اجي اطلب اوردر اقول دخل لي العنوان بتاعك. انا مثلا هطلب بطلب من المصعب ده كتير، هو طبعا البيت عندي، فمش كل اوردر هطلبه ادخل بنات البيت بتاعته. بس دي الداتا بتاعت الفورم ايه؟ ايه علاقتها بال دي داتا الداتا بتاعت الفورم صح؟ لا فورم ايه؟ لا ايه؟ ده هو بيعمل التشيك اوت، هو خلاص بيخلص الاوردر اللي عايز يطلبه، وقال له هات لي العنوان اللي انا بعت لك عليه الاكل. فانا خليه ممكن يكريته من صفحه التشيك اوت ويبقى عنده ريفرنس، لو حب يضيف او يعدل عليه بعد كده مستقبلا يقدر يعدل عليه من من الاكونت داشبورد بتاعته. هو مش هيقدر يجيبه، مش في الحاله دي مش هنربطه بجوجل ماب بحيث ان هو يعني يقول له يختار اللوكيشن هو فيه حاليا. الادرس ده يبقى فيه داتا كتير، ده انا اقول له هات لي الاسم والعنوان والفون والادرس واللوكيشن والنير باي مثلا بليس او مثلا لاند مارك اي حاجه علامه مميزه عايز الهوم او الجيم بتاعه. في داتا كتير هتدخل. طب هندسه كده، حوار الداشبوردز ده تبع الجزء الباك اند صح؟ داشبورد ايه؟ حته مثلا الداشبورد بتاع العميل اللي هو يعدل بيانات يضيف يحط عنوان الاوبجكت ده، دي تبقى صفحات جوه. طب الداشبورد صفحات جوه الموقع. هو طب الجزء الخاص بقى في صاحب الموقع والاوردرز دول اللي بيبقوا خاصين بالعميل ايه؟ الجزء بقى الخاص بصاحب الموقع نفسه اللي هيتابع من عليه العملاء. جلسة اخرى ان شاء الله. جامد يا ناس، ماشي. عشان بس ما ندخلش الامور في بعضها واكون مركز معاها. المهم كده بالنسبة لكم الدنيا وضحت. فاحنا ان شاء الله اللي احنا نحتاج نعمله هنختار ديزاين. كله هيبص على الاستراكشر بتاع المشروع ويحاول يقعد يلعب فيه كاريت، يعمل فولدر استراكشر كده يمشي عليه يجرب مع نفسه. يعني مثلا هتلاقي في عندكم الهوم مثلا في الاكونت اهو، سيبكم الاكونت، حد مثلا يعمل الكونتاكت اس الفيك بيج او الفاك بيج الميلز البلوج، اعمل فولدر وحاول تمشي على نفس الاستراكشر. انت الموديول عندك بيبدا بايه برضو سريعا؟ بالفايلين دول، البروفايدر ده الانتري بوينت اللي هو ضمنيا بيعمل امبورت للملف الراوتر. دي طريقه الاستخدام بتاعت اليو ار الز كنا عرفناها من شويه، بكتب المسار بالمنظر ده. وما تنسوش تبصوا على الفايل ده عشان ده اللي بيحدد السبليت، عمليه السبليت بتاع المشروع. الراوتس دي بتعمل امبورت او كول لملف البروفايدر بتاع الاكونت ده. لو انت شفتوا اصلا الفيديو بتاع الرياكت راوتر فالمفروض تكونوا فاهمين الكلام ده. انا هنا عامله في ملف جيسون، الفيديو كنت شغال ملف اوبجكت تايب سكريبت، مش هتفرق في الحالتين. كده الدنيا واضحه بالنسبه لكم يا شباب. اشكركم جزيل الشكر على مجهودكم انتوا عملتوه. ممكن سؤال خارج الموقع؟ اتفضل. هو احنا قدام ممكن نقلبه موبايل ابلكيشن برياكت نيتف مثلا؟ والله ده يعتمد على حسب نفس الجمله اللي انا قلتها من شويه في موضوع النكست او في اول السيشن، على حسب مجهودكم يعني، على حسب نفس الناس معايا هنعمل اللي احنا عايزينه. انا رياكت نيتيف يعني برضو خلينا نقول رياكت نيتيف والنكست انا الاثنين جربتهم بس ما عملتش بيهم مشاريع كامله. شغال بيهم خلاص تمام. بس كده ان شاء الله السيشن الجايه نبدا نطبق شويه كده، عامل نقص الجزء الناظر اللي اخذ باغلب السيشن دي وبعد كده نكمل. سؤال وعايز اجابه سريعه جدا ليه، هل تحبوا يبقى في سيشن خلال الاسبوع ولا ملتزمين بيوم السبت؟ يا ريت نسال السؤال، حد معترض على الموضوع ده يرفع ايده.
سريعا. والله على حسب الشغل يعني، الواحد احيانا بيكون مضغوط في الشغل، بس في اكتر من واحد مقر يبقى معلش انا اتكلم بالمعبر عشان يبقى الموضوع كويس. ماشي، احنا خلينا يوم السبت ان شاء الله. بس كده شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله. كل يعمل التاسك ومحدش يتهاون فيها، واللي ما عملش الملف ريكويرمنتس لو سمحت حاول اعمل ريكويرمنتس الفايل بتاعك. هو حضرتك التاسك لسه ينزل ولا التاسك ايه؟ تاسك التاسك اللي هي الفورك يعني؟ انا لسه قايلها من 3 دقايق هتعمله، هتعمل الميتنج هيفصل كل واحد هيشوف الديزاين بتاعه بتاع يشوف ملفات الدوكيومنتس. انا هبعتها لكم على ديسكورد، هبعتها لكم محدش يتعب نفسه. اني اسف. يلا سلام يا شباب اللي هتشوفونا على اليوتيوب ان شاء الله. ولو انت مهتم تجوين معنا، تقدر تجوين معنا ان شاء الله عادي خالص. كلمنا على ديسكورد ان شاء الله ممكن نوصل لحل لو انت دخلت متاخر يعني. ولو عجبك المحتوى ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت مش مشترك معنا. ما تنساش تعمل كل الكلام الحلو ده. ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.